بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة كان الموعد النهائي لهل سيجدد أحمد فتحي في النادي الأهلي أم سينتقل إلى نادي آخر أو يعمل بقى اللي هو عايزه خلال هذه الفترة. ولكن النهاردة الحقيقة كان هناك أيضا من لجنة التخطيط في النادي الأهلي أو بيان من لجنة التخطيط في النادي الأهلي، أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري. ده البيان اللي خرج من لجنة التخطيط بعدما أرسل كابتن أحمد فتحي كابتن أحمد فتحي أن علاقته بالنادي الأهلي ستنتهي بنهاية هذا الموسم. طيب خلينا أتكلم مع حضراتكم بأمور واضحة وصريحة. ماذا فعل النادي الأهلي لشريف إكرامي؟ نادي الأهلي وافق على طلبات شريف إكرامي ان هو ينتقل او ان هو بعد نهايه هذا الموسم ينتقل الى نادي اخر، وده لانه ما بيلعبش لفترات طويله داخل النادي الاهلي، وتقبل جمهور النادي الاهلي هذا الموضوع لانه تعامل بمنتهى الاحترام وبمنتهى الود مع الجمهور في رساله كانت كبيره جدا من شريف اكرامي منذ حوالي شهر. طيب بالنسبة لحسام عاشور، النادي الأهلي قدم لحسام عاشور عرض غير مسبوق الحقيقة لأي من اللاعبين، نظرا لمكانة حسام عاشور خلال فترة طويلة جدا داخل النادي الأهلي، 17 سنة من الإنجازات والبطولات داخل النادي الأهلي. بالنسبة لوليد سليمان، أيضا تم التجديد لوليد سليمان لمدة موسمين خلال بدايتهم إن شاء الله بعد نهاية هذا الموسم اللي احنا الحقيقة مش عارفين آخرة نهاية الموسم أو آخر نهاية الموسم ده إمتى. طيب يتبقى كابتن أحمد فتحي، وأنا الحقيقة عايز أتكلم مع حضراتكم في كل تفاصيل ما حدث خلال الفترة الأخيرة مع كابتن أحمد فتحي. كابتن أحمد فتحي لجنة التخطيط في النادي الأهلي ارتأت أن وجود أحمد فتحي خلال الفترة القادمة داخل النادي الأهلي. ثلاث جلسات بدأت أو من حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع مع بداية شهر مارس، ثلاث جلسات كان من المفترض أن تكون مع كابتن أحمد فتحي. الجلسة الأولى تأجلت، الجلسة الثانية تأجلت، الجلسة الثالثة كان هناك جلسة طويلة ما بين كابتن أحمد فتحي وما بين لجنة التخطيط اللي هي قامات كبيرة جدا جدا، كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط، كابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط، الكابتن خالد بيبو عضو لجنة التخطيط، وأيضا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي. طيب ماذا حدث بعد أو في خمس ساعات؟ قعدت اللجنة خمس ساعات عرضت كل الأمور التي من الممكن أن يتم عرضها على النادي الأهلي على أحمد فتحي كتاريخ كبير داخل النادي الأهلي، أكثر من 12 سنة أو 11 سنة متواجد داخل النادي الأهلي، بطولات كثيرة وأمور كثيرة كثيرة جدا جدا جدا. ولكن لو حضرتك بصيت خلال ال 11 سنة السابقة في أحمد فتحي، أحمد فتحي جدد تقريبا في النادي الأهلي مرتين أو ثلاث مرات خلال هذه الفترة. المرة الأولى أصر أحمد فتحي كابتن أحمد فتحي على أنه هو يسافر إنجلترا، ورجع بعد كده النادي الأهلي رجع أحمد فتحي بعد سفره لإنجلترا. بعد سفره لإنجلترا في التجديدة الأخرى كابتن أحمد فتحي أصر أنه هو يخرج إلى نادي أم صلال القطري، وبعد كده يرجع مرة أخرى أيضا للنادي الأهلي. وبعد نهاية الفترة السابقة كابتن أحمد أصر أن ده آخر موسم لي هذا الموسم، لينتقل إلى نادي آخر بعد نهاية هذا الموسم، عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين الموضوع كاملا. أنا الحقيقة كنت محضر كلام تاني خالص إن أنا هتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن تصريحات كابتن نادر شوقي وكيل كابتن أحمد فتحي أو الذي كان وكيلا لكابتن أحمد فتحي حتى صباح اليوم كان لها دور كبير جدا جدا في ان انا اغير الانترو اللي انا هتكلم فيه مع حضراتكم، لانه شرحه وموضحه كل الامور. ماذا قال كابتن نادر شوقي في تصريحاته لموقع في الجول؟ كابتن نادر شوقي قال: قررت الانفصال عن وكاله احمد فتحي بسبب موقفه في ملف التجديد للنادي الاهلي.
القصة تتلخص في طلب فتح مبلغ يصل ل 12 مليون جنيه من النادي الأهلي، وهو أعلى مبلغ ممكن أن يتم دفعه للنادي الأهلي تماشيا مع قيمة أكبر عقود اللاعبين المصريين في الفريق. تلك كانت طلبات، ده مش كلامي، ده كلام نادر كابتن نادر شوقي الذي كان ممثلا أو وكيلا للكابتن أحمد فتحي حتى صباح اليوم. تلك كانت طلبات كابتن أحمد، وأنا بصفتي ممثل للاعب جلست مع مسؤولي النادي الأهلي ووصلنا إلى توافق لتنفيذ قرابة 95% من طلباته. كان ذلك استجابة رائعة من الأهلي لطلبات كابتن أحمد فتحي. كلام على عهدة كابتن نادر شوقي، قال: لكني فوجئت بأن أحمد فتحي يتراجع ويطلب مبلغ خيالي من النادي الأهلي. اللاعب طلب مبلغ مليون دولار مثله مثل علي معلول، وهذا كان غريبا منه، فرأيت أن هذا يمثل إحراجا لي أمام النادي الأهلي. طيب، ده كان كلام كابتن نادر شوقي عن موضوع تجديد أحمد فتحي. بيني وبين حضراتكم، كان لازم يتم التوضيح بهذا الشكل من أحد الوكلاء اللي كانوا موجودين في كل الأمر من أوله وحتى نهايته، منذ أن بدأ النادي الأهلي في التفاوض مع كابتن أحمد فتحي وحتى نهاية الأمر اللي هو انتهى صباح اليوم بخروج بيان من لجنة التخطيط اتكلمت فيه على أن تتمنى التوفيق للكابتن أحمد فتحي بعد نهاية هذا الموسم، وهو كلام منطقي جدا، والحقيقة ده اللي دايما بيحصل داخل النادي الأهلي. فده كان كلام الكابتن أحمد فتحي. طيب، كابتن أحمد فتحي على الجانب الآخر، ماذا فعل النادي الأهلي لكابتن أحمد فتحي؟ كلام مش كلامي، كلام مش كلامي، هو كلام كابتن نادر شوقي. الأهلي قدم كل شيء في هذا الملف وتعامل بشكل جيد. لا أستطيع الاستمرار مع أحمد فتحي في الأمر الآن. لو أراد فتحي الرحيل عن النادي الأهلي منذ البداية والانتقال لفريق آخر، فكان عليه إبلاغي بذلك وإعلان الأمر مثلما فعل شريف إكرام. وقتها كان بإمكاني التواصل مع النادي الأهلي والتوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف بخصوص هذا الأمر، أما الوضع الحالي فكان محرجا لي وللنادي وإدارته. الحقيقة الكلام اللي قاله نادر شوقي خلال كلامه مع في الجول وفي بعض المواقع الأخرى، أعتقد أنه هو شارح كل الأمر. كرة القدم أو جمهور النادي الأهلي، خلينا نتكلم عن جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي لن ينسى 12 سنة من العطاء لكابتن أحمد فتحي قضاهم داخل النادي الأهلي، ولكن جمهور النادي الأهلي أيضا لن ينسى المواقف المختلفة. بمعنى ان جمهور النادي الاهلي مش هينسى ال 12 سنه، ولكن مش هينسى موقف كابتن احمد فتحي في جميع او في معظم تجديداته مع النادي الاهلي، او لن ينسى مواقف كابتن احمد فتحي مع النادي الاهلي في معظم تجديداته وفي اخر قرار اتخذه. هو حر وهو له شانه، وكل التوفيق للكابتن احمد فتحي خلال الفتره القادمه، ولكن انا هنا لما باجي اتكلم بتكلم علشان اوضح لحضراتكم كل الحقائق اللي هي بالصدفة البحتة تم توضيحها من قبل كابتن نادر شوقي على أحد المواقع، على موقع في الجول وبعض المواقع الأخرى اللي كاتبة هذا الموضوع. وبالتالي الموضوع شارح نفسه، الموضوع واضح. كابتن أحمد فتحي قرر أن يترك النادي الأهلي، وقال الحقيقة كابتن أحمد برضو نزل بيان النهاردة، بيان طويل جدا الحقيقة، طبعا بيتكلم أكتر عن أحمد فتحي. كابتن أحمد فتحي أصدر بيان قال فيه: بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين إدارة النادي الأهلي العظيم، فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم، فلا يصح جملة وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق للنادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدا في توفير كل سبل الراحة والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة أو غير صحيحة.
قال كابتن احمد فتحي ايضا بعد اكثر من 12 سنه من العطاء داخل جدران بيتي النادي الاهلي محققا انجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الاهلي العظيم، فقد استخرت الله واعتقد ان هذه هي اللحظه المناسبه لاسدال الستار والبحث عن تحدي جديد. هو ده طبعا بيان طويل جدا قاله كابتن احمد فتحي او كتبه على صفحته على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر، اتكلم فيه عن حبه للنادي الاهلي وعن خلال تقضيته لفتره طويله جدا 12 سنه من العطاء، ولا احد يستطيع ان ينكر ذلك، وما فيش حد هيبتدي او ما فيش حد هيقول ان كابتن احمد فتحي ما اداش النادي الاهلي خلال 12 سنه من العطاء وبطولات كثيرة جدا جدا جدا، ولكن لا أحد سينسى موقف كابتن أحمد فتحي مع النادي الأهلي مؤخرا. خلي بال حضراتكم الكلام اللي أنا بقوله ده بقوله بمنتهى الصراحة، الكل يعلم مدى حبي وتقديري لأحمد فتحي. أحمد فتحي كان أحد الولاد الصغيرين اللي تربوا على إيدي في الملعب يعني، فأنا بحب أحمد فتحي جدا جدا جدا، وكنت أتمنى له، وانا بعيد عن احمد بقالي يعني فتره طويله ما اتكلمناش، يعني انا حاولت اكلمه امبارح او اول امبارح الحقيقه، ولكن كان من الواضح ان احمد يعني المهم ما ردش عليا في النهايه. واحمد كنت اتمنى ان انا اتكلم معاه الحقيقه علشان اقدر اعرف ايه دماغه وايه تفكيره خلال الفتره دي، ولكن في النهايه هو قرار لاحمد فتحي وهو حر يقول زي ما هو عايز او يختار القرار اللي هو عايزه، ولكن يجب على كل جمهور النادي الأهلي يعرف الحقائق كاملة. الحقائق كاملة قالها كابتن نادر شوقي في تعليقاته أو في على موقع في الجول، وقال في كل الأمور اللي أنا الحقيقة كنت هتكلم فيها مع حضراتكم، كنت هقول لكم أحمد فتحي من الأول عمل إيه وإيه اللي حصل، لكن نادر شوقي الحقيقة الذي كان وكيلا للاعب أحمد فتحي حتى صباح اليوم قال كل هذه الأمور، وبالتالي كل التوفيق للكابتن أحمد فتحي خلال المرحلة القادمة فيما يختار، فيما يختاره سواء لعب للنادي الفلاني النادي العلاني. هذا الموضوع لن يضير النادي الأهلي في أي شيء. النادي الأهلي بالمناسبة النادي الأهلي أكيد الكل يعلم هذا الموضوع تماما، النادي الأهلي بطل فيه محمد أبو تريكة، وبطل فيه محمد بركات، وبطل فيه وائل جمعة، وبطل فيه محمود الخطيب، وبطل فيه مصطفى عبده، وبطل فيه مختار مختار، وبطل فيه شريف عبد المنعم، وبطل فيه اسماء كثيره جدا، وبطل فيه مختار التتش الاسطوره، وبطل فيه صالح سليم الاسطوره، وبطل فيه حسن حمدي الاسطوره، كل هذه الاسماء بطلت، وكل هذه الاسماء انتهت علاقتها بكره القدم، ولكن ظلت علاقتها بجمهور النادي الاهلي في قلوب كل جمهور النادي الاهلي. وهذا هو الفارق ما بين من يختار أن يتواجد داخل النادي الأهلي ومن يختار أي أمر آخر بعيدا عن النادي الأهلي. على فكرة هو مش غلط، هو من حقه ومن وجهة نظره، أو هو مش غلط من وجهة نظره أو من وجهة نظر من يختار أن يخرج من النادي الأهلي ليكمل مسيرته خارج النادي، ما عندناش أي مشكلة في هذا الأمر، ولكن في النهاية جمهور الأهلي لا ينسى، لا ينسى كل المواقف، لا ينسى، مش هينسى ال 12 سنة اللي أحمد فيهم عمل مجهود كبير عشان تبقى فيه بطولات موجودة، وأيضا لن ينسى ماذا فعل أحمد فتحي في تجديده مع النادي الأهلي. النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي مش هينسى كده، وجمهور النادي الأهلي مش هينسى كده. طيب لو جينا نفكر في الموضوع، هل في مكاسب للنادي الأهلي من عدم وجود أحمد فتحي خلال الفترة القادمة؟ من وجهة نظري إن هناك بعض المكاسب لنادي الأهلي من عدم وجود أحمد فتحي. أولها تقليل معدل الأعمار السنية داخل الفريق. تاني حاجة توفير مبلغ مالي كبير ممكن جدا يشتري لعيب أقل سنا من أحمد فتحي خلال الفترة اللي جاية علشان يكون متواجد مع النادي الأهلي. ممكن جدا أن أنت لما توفر 20-25 مليون جنيه أعتقد أن ده ممكن جدا تشتري بيهم لعيب باك رايت كويس جدا 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 خلال الفترة القادمة. وعموما احنا عندنا محمد هاني واحد من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان، عندنا باسم علي اعارة للجونة ممكن جدا يرجع النادي الاهلي الموسم القادم. هنشوف بقى الاختيارات الفنية وكيف سيختار ريني فايلر الفترة القادمة مين اللي هيكون في هذا المكان، ولكن في النهاية هناك مكاسب الحقيقة كسبها النادي الاهلي من بعدما أصدرت لجنة التخطيط بيان، وهو بيان
قصير جدا ان كل التوفيق للكابتن احمد فتحي او تمنت التوفيق للكابتن احمد فتحي خلال المرحله المقبله. هل ده هيضر النادي الاهلي في حاجه؟ اطلاقا النادي الاهلي لن يضر. النادي الاهلي لعيبه كتيره جدا مشيت منه، لعيبه كتيره جدا بطلت فيه، بطلت في اوقات كثيره جدا منذ انشاءه 1907 وحتى الان، ولكن في النهايه يظل اسم النادي الاهلي هو من يخلد ذكرى او من يخلد رحيل لاي لاعب من داخل النادي الاهلي. شريف اكرامي ماشي من النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي بيرفع له شابوه على ان هو من حقه ان هو عايز يلعب ومن حقه ان هو كذا ومن حقه ان هو كذا، وبالعكس كل الناس بتقول ان يجب عوده شريف اكرامي خلال الفتره اللي جايه في الفتره القادمه، ان هو يعود ككادر من الكوادر الاداريه او الفنيه كيفما يرى خلال الفتره اللي جايه. عرض غير مسبوق تم تقديمه لكابتن حسام عاشور لينهي حياته في النادي الاهلي، ويبقى القرار في ايد كابتن حسام عاشور زي ما كان القرار ايضا في ايد كابتن احمد فتحي. في النهايه يظل دائما اسم النادي الاهلي هو اللي له فضل على الجميع، اسم النادي الاهلي هو اللي ليه فضل على الجميع قبل ما يكون اسم اي حد، هو اللي ليه الفضل على نفسه قبل اي شيء اخر. عشان كده بقول لحضراتكم انتهى موضوع كابتن احمد فتحي. تمنت لجنه التخطيط ونتمنى لاحمد فتحي التوفيق خلال المرحله القادمه. هنقفل الصفحه وبعد كده هنبتدي نشوف ماذا سيحدث خلال الايام القادمه. النادي الاهلي هيعمل ايه من الناحيه الفنيه؟ هنشوف. على الرغم من ان انا شايف ان هي ما فيش اي مشكله خالص خلال الفتره القادمه في هذا الامر، ولكن هنبتدي بقى نشوف ايه اللي هيحصل والدنيا هتمشي ازاي خلال المرحله المقبله. الحقيقه النهارده عندي ثلاث فقرات هامه جدا 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 في اطار الحمله الممنهجه اللي ماشيه على النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، في ان بعض الناس بتقول ان النادي الاهلي بيبيع ولاده وكذا وكذا وكذا. عندي النهارده اثنين من النجوم الكبار اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي، وهنسمع منهم كلام كبير جدا وكلام مهم جدا. النجم اللي هيكون معايا في الفقره القادمه كابتن عادل مصطفى، هتكلم معايا في امور كثيره جدا تخص النادي الاهلي، وطبعا هساله عن موضوع كابتن احمد فتحي. وبعد كده ان شاء الله هيكون معايا احد النجوم الكبار ايضا كابتن احمد عادل عبد المنعم اللي هيكون معايا ايضا، وهتكلم معايا في امور تخص النادي الاهلي. فقرتنا الأخيرة هتكون مع كابتن شريف عبد مع كابتن فتحي نصير، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش. إن شاء الله هنتكلم معاهم أيضا في كل ما يخص النادي الأهلي خلال هذه الفترة. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى كابتن عادل مصطفى، وبعد كده هنرجع بقى نشوف بعد كده الفقرات الأخرى. هطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن عادل مصطفى. طويله جدا النجم الكبير كابتن عادل مصطفى. ازيك كابتن عادل؟ مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك معانا. حقيقة كابتن اسلام انا بتشرف بيك ومبسوط ان انا موجود في بيتي. طبعا بيتك، ويعني دايما متالق ودايما متواجد داخل بيتك. خليني ابدا بالحدث الاهم النهارده واللي كل الناس بتتكلم فيه، وهو لجنه التخطيط و مع احمد فتحي. الحقيقه واحمد فتحي ارسل رسميا ان هو لن يستطيع ان يكمل مع النادي الاهلي، وان الموسم ده اخر سنه اخر موسم ليه السنه دي، وبالتالي لجنه التخطيط تمنت التوفيق لاحمد فتحي من خلال بيان كان متواجد على كل صفحات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسميه. طيب، هو الرد ان صالح سليم مات وكل النجوم اساطير ماتت وفي ناس بطلت، ابو تريكه بطل، كل الناس اللي مش عايز اجيب برضه مش عايز انسى اسماء، محمد بركات بطل طبعا، ثابت البطل، ناس كتير جدا، وبيبقى في الاول وفي الاخر النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي هو اللي بيبقى، وما اعتقدش النادي الاهلي عمره خسر او وقف على لعيب، لا عمره خسر من ان لعيب ما كانش موجود، ولا عمره وقف النادي وقف ان لعيب مش موجود. طبعا كل التوفيق لاحمد فتحي، ولكن انا شايف ان احمد فتحي خسر كتير جدا بالقرار ده. خسر، هو ممكن يكون كسب فلوس، ولكن خسر الفئه الاكبر في المجتمع المصري. تتكلم في 70 او 75%، مش عايز برضو اقول ارقام جزافيه، ولكن ده الرقم الحقيقي، ان 75% من جمهور مصر بيشجع النادي الاهلي. فانت خسرت الفئه دي كلها،
شايف الموضوع ما كانش الامور ما كانتش بعيده قوي عن بعض بالارقام اللي احنا بنسمعها. ممكن الارقام دي تبقى مغريه شويه للاعيب لسه بيبدا، لكن اللعيب عنده رصيد كبير نجوميه وماتشات وفلوس من النادي الاهلي، بتبقى الامور شويه مختلفه. لو لعيب صغير لسه اقول لك ما مش فاهم حاجه، لكن هو خسر، انا شايف ان احمد فتحي خسر، ومش عايز ابقى قاسي قوي عليه، ولكن هو مستقبلا هيفهم ده زي ما غيره فهم. الموضوع مش موضوع ماده بس، كل التوفيق طبعا ليه ان هو يروح مكان تاني، ولكن الامور ما كانتش بعيده. انا شايف الامور ما كانتش بعيده، والاهلي ما بيوقفش على حد، الاهلي مش هيقف على حد. وخد بالك عاجلا ام اجلا احمد فتحي كان هيبطل بمزاجه او غصب عنه، ولكن هو حسب الموضوع بوجهه نظره، ولكن ما اعتقدش ان هو هيفهم ده دلوقتي. مستقبلا لما يبطل هيفهم ان هو لا، في لقطه كان ممكن تبقى الخروج يبقى احسن من كده. ازاي من وجهه نظرك؟ ازاي ان هو كان يبطل في النادي الاهلي يعني؟ تقصد ان هو كان يبطل يعني؟ بس خلي بالك ده قرارات في النهايه، هي قرارات كل لاعب. بص هي وجهه نظر في الاول وفي الاخر، ودي وجهه نظري انا شخصيا، مش يعني انا مش بحجر عليه طبعا. هو خلاص اتخذ قراره، هو اخذ القرار وكل حاجه، بس مع الوقت هتفهم ان الفلوس طبعا مهمه، والفلوس وسيله لينا كلنا ان احنا بنحتاج فلوس في حياتنا. كل واحد بيبقى شايف حياته ايه، مستلزماته ايه، متطلبات الحياه اللي هو بيعيشها. ولكن لما تكون الفروق مش كبيره يعني، لا لازم تبقى تقعد تركز لها شويه، تقعد تفهم الموضوع شويه. لا يعني الموضوع مش جنيه و50 جنيه، لا كان في بتكلم في 60 او 70% من الفلوس، من المبلغ المعروض. انا بتكلم في ماديا بقى انت عارف يعني التفاصيل تقصد؟ مش عارف تفاصيل، هو التفاصيل كلها مكتوبه على السوشيال ميديا. انا مش محتاجه. بص اي حاجه بتتكتب مع يعني، لو اكيد ليها قريبه من 90% من الصواب يعني. فبتمنى له التوفيق، ولكن هو اعتقد ان احمد فتحي هيندم بالقرار ده بعد كده. فارق معاك الوجهه اللي هيروح احمد فتحي، سواء نادي منافس، نادي تاني، اهلي، انا اسف، زمالك او بيراميدز؟ زي لا خالص، ما تفرقش معايا الوجهه خالص. لان هو الهدف واحد، الهدف ان انت مشيت، فخلاص طالما مشيت مش فارقه معايا تروح اي مكان. مش دي القصه كلها. وخد بالك وجود اي لعيب، مش احمد فتحي بس، وجود اي لعيب في مكان غير الاهلي بمحض ارادته ما يقللش من الاهلي. خلاص انت ما انت عملت ماله ومال الموضوع بالظبط. بالظبط الاهلي مش هينتقص منه اي شيء في اي حاجه. زي احمد فتحي راح بيراميدز، احمد فتحي راح الزمالك، احمد فتحي سافر احترف، مش هتفرق في الاول وفي الاخر. الموضوع ما يعني بعد كده هيبقى ليك رصيد عند الجمهور، والرصيد ده بقى اذا بيزيد او بيقل. وده اللي عاصرناه في كل كلامك. عاقل جدا يا عادل الحقيقه، وكلام محترم، وهو ده اللي احنا متعودينه من ولاد النادي الاهلي الحقيقه، ان هو دايما تلاقي كلامهم محترم وكلامهم عاقل، حتى لو في انتقاد. شوف انا بقى وصلت عادي يعني. حتى لو في انتقاد لجهه معينه او لشخص معين حتى او حاجه، لكن في النهايه يبقى الاحترام والعقل في الكلام اهم حاجه، لان ده اللي بنتعلمه. ده اللي باقي عموما. النادي الاهلي خلال الفتره القادمه في ظل الكورونا، انت بتعمل ايه في الكورونا صحيح؟ احنا موضوع احمد فتحي خدنا وما اتكلمناش عن موضوع احمد فتحي بقى اقوى من الكورونا. نعم موضوع احمد فتحي بقى اقوى من الكورونا النهارده. موضوع احمد فتحي بقى اقوى من الكورونا، بعد كده هيبقى الكورونا اقوى تاني ان شاء الله فتره وتعدي. وربنا يعديها على مصر بخير وسلام، وان شاء الله الامور ترجع تاني، ان فعلا الناس يعني ربنا يكون في عون الناس كلها في العالم كله مش في مصر بس. ولكن ده اول موقف يبقى موقف عالمي احنا بنمر بيه. حاجه ظروف متشابهه مع العالم كله، مش في مصر بس. يا رب تعدي على خير وكلنا في بيتنا يعني. طيب قبل ما نتكلم عن امور اخرى، خلينا نطلع نشوف تقريرنا عن النجم عادل مصطفى ونرجع نكمل مع حضراتكم. تمكن عادل مصطفى نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي من صناعة مكانة كبيرة لنفسه لدى عشاق ومحبي الكيان الأحمر في كل مكان، وقبلهم المسؤولون والمدربون الذين تعاملوا مع عادل مصطفى
سواء كان لاعبا أو مدربا، لما يمتلكه اللاعب من موهبة كروية فريدة من نوعها فرضت نفسها على الجميع بجانب دماثة خلقه وثقافته التي جعلته في نقطة أعلى من أقرانه. عادل مصطفى أحد مواهب قطاع الناشئين بالأهلي، الذي وصفه الساحر البرتغالي مانويل جوزيه بأنه أسد النادي الأهلي. سيكون له شأن كبير في كرة القدم، لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن عندما تعرض لإصابة خطيرة في القدم خلال لقاء المارد الأحمر مع بلدية المحلة بالأسكندرية في نصف نهائي كأس مصر عام 2003، كادت تتسبب في بتر قدمه، وبعد إجراء الجراحة أصيب بالشلل لفترة ليست بالوجيزة، هو ما كان سببا في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي، ليسدل الستار على أحلام مشتركة بين اللاعب والنادي كانت الإصابة كفيلة بقتلها. رغم جلوسه على كرسي متحرك، أصر الكابتن محمود الخطيب على حضور عادل مصطفى للمباراة النهائية، وحمله حسام غالي ومحمد فضلي بالكرسي بعد التتويج باللقب. ولأن عادل مصطفى شخصية مختلفة، مقاتل من نوع مختلف، تقبل قدر الله بإيمان كبير، أخذ بالأسباب، حيث أنه بعد فترة من تأكيد الأطباء بألمانيا ومصر بأنه لن يتمكن من لعب الكرة مرة أخرى بسبب تعرضه للشلل، بدأت قدماه في التحرك حتى تمكن من العودة للملاعب مجددا عبر بوابة أسمنت السويس ثم إنبي، كان خلالها مايسترو بمعنى الكلمة، وحرص الزمالك على محاولة ضمه أكثر من مرة لكنه كان يرفض. بعد اعتزال عادل مصطفى اتجه للتدريب في قطاع الناشئين بالأهلي، ومن قبله الشرطة العراقي رفقة الكابتن محمد يوسف، ثم الوحدة السعودي ومصر المقاصة. وخلال تلك الفترة استعان به الأهلي في الجهاز الفني للفريق الأول في وقت حرج للغاية، فلبى النداء عشقا وحبا للفانلة الحمراء، هو ما يثبت مقولة المايسترو صالح سليم التي قال له فيها ذات مرة: أرى فيك شخصية الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، رجعنا للنجم عادل مصطفى. وقبل ما اتكلم مع عادل عن امور كثيره، عايز اسالك عادل عن ايه رايك في الاحداث اللي بتدور في الفتره الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، يعني عدم التجديد لحسام عاشور وابلاغه ان الموسم ده هو اخر موسم ليه، ايضا شريف اكرامي والنادي الاهلي بيتمنى التوفيق لشريف اكرامي في خطوته القادمه، وتجديد لوليد سليمان، وايضا دلوقتي احنا اتكلمنا على موضوع احمد فتحي. خلاص وليد سليمان الموضوع خلص، خلاص الموضوع وليد هيمضي سنتين او مضى سنتين في وليد الموضوع بتاعه خلص، وكان رد كان متوقع، يعني كان متوقع من وليد الاتجاه اللي هو اخذ. شريف انا شايف ان هو يعني الموضوع قريب موضوع احمد فتحي، ولكن شريف اتعامل بذكاء كبير جدا في الموضوع، وذكاء شريف ان ما خلاش الموضوع عند النادي من بدري، شال رفع الحرج عن النادي في حته وتعامل فيها بذكاء كبير جدا. ايوه، ومع ان شريف هيخرج برده من النادي، هيخرج من النادي الاهلي بس يروح يلعب حته ثانيه، ولكن هيبقى شريف قيمته موجوده على النادي الاهلي. دي وجهه نظري، وخد بالك اي حاجه انا بقولها دي وجهه نظري انا. حسام عاشور موضوع شويه مختلف، حسام ادى كتير النادي الاهلي وتعامل حسام قريب؟ لا ما كناش قريب، يعني ما اتكلمناش، بس انا شايف برده موضوع حسام كان في نقطه كانت لازم تتعامل بدري شويه. حسام كان لازم يتبلغ من اول الموسم ان ده اخر موسم ليه، مش دلوقتي. ما هو يمكن، ما هو كويس ان احنا بنتكلم على فكره، احنا ما عندناش مشكله، اللي بيقول اي حاجه ما عندناش اي مشكله فيها، عشان كده انا ممكن نتناقش في الموضوع ده تحديدا. كان من الممكن لانه الراجل لم يتخذ قراره الا في الفتره الاخيره عندما سئل احنا عندنا اربعه هنجدد لهم، هنعمل ايه في الاربعه؟ بس انا هقول لك حاجه برضو في النقطه دي، عشان برضو ما يبقاش الاتجاه كله ان طبعا. احنا في حاجات المدير الفني بيبقى عايزها طبعا، وفي حاجات الاداره بتبقى عايزاها طبعا. بمعنى هو قال كده حتى في حواره امبارح واول امبارح، يعني بالظبط، يعني اعتقد هو كمان قال كده. بمعنى ان انا ممكن كمان يبقى عندي في اختيار، لو انا عندي لعيب مهم ممكن اديله حته، اديله نقطه فيها اختيار ليه هو ويقدر يشتغل فيها، بس هو مش عيب. طبعا مش عيب. عايز تقول كملها طبعا النقطه وبعدين نتكلم فيها. فالنقطه دي كانت ممكن تبقى من بدري شويه، من حتى من قبل ما يبقى فايلر موجود. وخد بالك، اصل بص التقييم ممكن يبقى
اللعيبه دي ملك للنادي، واعتقد برضو فايلر كده. وانا النقطه دي بتكلم فيها يعني من وانا بلعب، انا عارف دي نقطه مهمه وانا يعني قابلتها في كذا مكان. ممكن يبقى فيه مدير فني مش عايزك، بس النادي عارف ده ممتلكات النادي فهو خليه، مش عايزه خليه مالكش دعوه بيه، جنبه. طيب في نقطه ده لو هو عنده مشكله، لكن الحسام ما كانش عنده مشكله في نقطه ان النادي عايزك او الاداره. الاداره استثنت حسام عاشور في امور كثيره جدا. طبعا هو طبعا اخذ يعني العرض اللي خده حسام عاشور مظبوط، هو عرض غير مسبوق داخل النادي الاهلي. او معناها دي النقطه الثانيه بقى. النقطه الاولانيه هو دي النقطه المفروض كنا نتعامل من بدري شويه، كان يبقى في الحوار مفتوح من بدري شويه. أيوه. حتى بعيد عن ان في مدير فني موافق او مش موافق، ممكن يكون النادي شايف ان حسام دلوقتي يوقف، وده شيء طبيعي. ممكن يكون النادي شايف كده لغايه لو جه مدير فني تاني، مدير فني تاني عايز حسام بقى، دي حاجه تانيه مختلفه. لكن هو من البدايه هو حسام ممكن يكون اخر سيزون ليه مثلا. مظبوط. الحاجات المزايا اللي قدمها المجلس الاداره لحسام عاشور انا شايف ان هي حاجات كبيره جدا وحاجات مميزه. في حاجات بقى؟ ليه؟ لان هو هيتعمل له مباراه اعتزال. لا ليه؟ لانه ليه حسام عاشور تحديدا؟ لا ان حسام عاشور راجل بقاله كابتن الفريق بقاله فتره. لعب اعتقد حسام عاشور في الوقت اللي انا مشيت فيه بقاله 16 سنه. 16 سنه بيلعب 2004 يعني ساعه ما جينا النادي الاهلي بقاله 16 سنه بالظبط. من 16 سنه بيلعب. و لا حسام لعب في 2003 كمان، لعب معايا في 2003 ماتش المنصوره بالظبط كده. فادى النادي كتير. والراجل ما انا عمري ما سمعت ان حسام عاشور بيجدد او ما بيجددش، يعني عمرنا ما عرفنا ان حسام عاشور بيجدد او ما بيجددش. فطبعا الحاجات دي كلها رصيد عندك ليك جوه النادي، والرصيد ده اتقابل ان هو فعلا اتعمل له، هيتعمل له مباراه اعتزال وهيتعمل له معايشات، ويبقى ليه فرصه ان هو يشتغل اذا كان فني او اداري زي ما هو يختار. دي حاجه برده من الحاجات الكويسه. ولكن الاخراج الموضوع في النهايه اعتقد حسام يعني هيكسب كتير، يعني مش هيخسر يعني. لو يعني لو اعتزل، اصل هو لسه لم يتخذ القرار. لم يتخذ القرار اعتقد ان حسام لو ولا يعني بص، حسام لو خرج من النادي الاهلي لعب، انا مش شايف ان في مشكله. انا مش شايف ان في مشكله، ودي حاجه ترجع له هو طبعا، طالما مفيش تفاوض وانت اللي عندك مشكله. يعني الموضوع مختلف، موضوع حسام فتحي مختلف عن عاشور وعن شريف تماما. الموضوع النادي شايف ان هو ممكن يوقف دلوقتي ويشتغل في النادي، او يبقى ممكن تلعب. فاعتقد ان عاشور لو خرج الموضوع مختلف تماما عن موضوع احمد فتحي. فعاشور لو خرج برده ما فيش حاجه، مفيش حاجه تدينه يعني، مفيش حاجه عليه يعني. ان هو راجل النادي خلاص وقف، وممكن بعد السنتين دول برده ممكن عاشور يبقى ليه قيمته جوه النادي. مش شايف فيها مشكله، انا في دي بقى مش شايف فيها مشكله. انا اعرف بعض اللاعبين الحقيقه وكان لهم دور كبير في فتره طويله في النادي الاهلي، عندما عرض عليه نادي جماهيري كبير، انا عارف الحاجات دي حاجه بشكل شخصي يعني، عندما عرض عليه زمان، مش هقول اسم اللعيب يعني، عندما عرض عليه نادي جماهيري كبير جدا جدا في مصر، بعد ما ساب النادي الاهلي او بعد ما النادي الاهلي قرر ان هو مش هيكمل، كان معروض عليه نادي جماهيري كبير بفلوس كويسه، ومعروض عليه نادي بدون جمهور تقريبا بفلوس اقل، وافق على النادي اللي بفلوس اقل عشان خاطر النادي الاهلي، ووافق على النادي ده عشان خاطر النادي الاهلي في الوقت ده، كان 2008 2009 اعتقد. بص خلينا نتفق في حاجه، ونتفق على حاجه وبتبان قوي الفتره دي بالذات، الفتره ال 15 يوم اللي فاتوا دول، ان الناس كلها قاعده في البيت والناس كلها متابعه كل حاجه وده اكتر وقت الناس بتتكلم فيه، ناس بتتشاف بشكل كويس. خلينا نتفق ان 5% من لعيبه الكوره، 5% من لعيبه الكوره بيعرفوا يقيموا الامور بشكل كويس، ويعرفوا ما بعد الاعتزال بتعرف تشتغل بشخصيتك وبقدراتك الشخصيه وبذكائك وبطريقتك اللي اذا كان عندك لباقه في الحوار، يعني متحدث جيد، وانك بتعرف تقيم الامور كويس. لو جينا حسبنا الموضوع هتلاقي 5% من لعيبه الكوره هم اللي بيشتغلوا. مظبوط؟ مظبوط. فلازم برضو في نفس الاتجاه لازم تقيم ان 5% من لعيبه الكوره هم اللي بيحسبوا الامور صح. وموضوع ان انت تبقى منتمي او لا، هو حاجه داخليه، حاجه مش هتتصنع، عمرها ما هتتصنع. ان انا ابقى منتمي او لا، ده مش هيبقى فيها تصنع، دي حاجه من جواك انت من داخلك، وده برضو قليل جدا لو جيت حسبته. لازم يعني انا برضو الانتماء، شايف ان الانتماء مش ممكن تلاقي واحد مر بمراحل ناشئين وواحد لعب 20 سنه في النادي وممكن ما يبقاش عنده انتماء، ممكن في ثانيه يبيعك.
وممكن تلاقي ده في مثال في امثله واضحه كتير على الكلام ده يعني. وفي ممكن تلاقي لعيب جالك سنتين هو اصلا بيحب المكان وجالك سنتين وشرب من المكان بس هو شخصيته كده. خد بالك الموضوع برده ملوش علاقه قوي بانك بتشجع مين ولا بتعمل ايه، هو الموضوع لياقه بشخصيتك. فانا شايف ان شخصيتك هي اللي بتحدد ده، ف 5% ان ما كانش اقل من كده هم اللي بيعرفوا يقيموا الامور بشكل كويس جدا، وهو اللي بيعرف يحسب حساباته. ولكن ودلوقتي الموضوع كله بقى ماده شويه، الموضوع كله الماده هي اللي طاغيه على كل شيء في شغلك وفي تعاملاتك وفي كل حاجه، فالحسابات بتبقى شويه صعبه. انا عاجبني جدا كلامك يا عادل لانه بالمنطق، ولا هو تطبيل زي ما هيتقال للدليل ولا هو ضد لاعب او ضد، ولكن انت بتتكلم بشكل منطقي وعاقل. وبالتالي عايز اسالك برضو سؤال مهم جدا، انت احد ابناء النادي الاهلي، انت قعدت كام سنه في النادي؟ انا قعدت 5 سنين في النادي. لا من ناشئين يعني؟ من ناشئين، قعدت لعب سنتين ناشئين وثلاث سنين درجه اولى. وبالتالي كان ليك دور مهم جدا سواء في الناشئين او حتى يعني شربت يعني ايه النادي الاهلي وعرفت يعني ايه النادي الاهلي. فهل انت شايف ان من المنطقي، لان في حمله خلال هذه الفتره على ان النادي الاهلي ده بياكل ولاده، النادي الاهلي ده ما بيقفش مع اولاده، وطبعا كانت تحديدا لما النادي الاهلي شكر شريف اكرامي على الفتره اللي فاتت وشكر حسام عاشور، ولكن ايضا مع احمد فتحي لما شكر احمد فتحي اكيد هتطلع بقى الايام اللي جايه دي هتلاقي الكلام ايه النادي الاهلي اصله مش عارف ايه والكلام اللي حضرتك عارفه ده. فهل بالفعل النادي الاهلي بياكل ابنائه؟ لا يعني الحسابات يعني الحسابات اللي اتقالت دي كلها كل قضيه او كل قصه ليها حاجه مختلفه. وبعدين نوع الاكل ايه، ياكل الاكل ايه في ايه، ما احنا اتفقنا الناس كلها بطلت، ما كان كابتن صالح كان فاضل يلعب وكابتن خطيب فاضل يلعب وابو تريكه كان فاضل يلعب، انا بقى بيجيب النجم كل يعني. جيله كان الناس دي كانت فضلت تلعب والاجوان كانت فضلت تلعب، الاجوان واقفه في مكان، يعني مش دي القصه. القصه كلها ان انا ازاي بتعامل مع النجم او ازاي بتعامل مع اللعيب بشكل يليق بيه. وائل جمعه بطل، وائل جمعه جه فتره برده كان مخير انه يبقى يبطل او لا، وجه خد قراره في وسط السيزون وراح مبطل. مزبوط. والناس شالت ان وائل جمعه ابن النادي وما فيهاش مشكله، مش شايف دي القضيه. القضيه دلوقتي في حته انه بياكل ولاده، ان كلام كتير الكلام كتير. بص انا عندي وجهه نظر ليا شخصيه، لو كابتن صالح موجود دلوقتي، لو كابتن صالح موجود دلوقتي في اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده، في حاجات هتبقى هتقابله مشاكل كتير جدا غير الوقت كان موجود فيه قبل كده. برافو عليك، لان الوقت زمان لما كنت تاخد قرار زمان لما كنت تاخد قرار كان بيتعرف بعدها بيوم او في الجرايد، كان بيعرفوا مثلا حوالي 30 40 واحد يعني اللي هم الصحفيين. لو اخدت قرار بالليل تقصد بالليل تاني يوم الصبح بتعرف. دلوقتي انت لو ما اخدتش قرار، انت لو اتكلمت مع واحد بالصدفه، لو اتكلمت مع واحد بالصدفه ان في حاجه، ممكن الموضوع ده بعد دقيقتين تلاقيه على السوشيال ميديا. فالموضوع صعب، خد بالك موضوع قبل كده غير دلوقتي. برافو عليك يا عادل، وجهه نظر مختلفه تماما عن دي انا شايف لو كابتن صالح موجود دلوقتي صدقني هيتعب في او هتلاقيه في اللي حواليه ده هتلاقيه مشتت. بتلاقي ناس معاك وناس ضدك وناس وخد بالك كل نادي بقى جواه ناس مختلفه طبعا. يعني لما تيجي تقول ان الاهلي كان هو قرار بيتاخد واحد كله بيمشي عليه، لان مفيش رغي فيه كتير. عمال ما يجي لي انا الفرصه ان انا اتكلم فيه خلاص هو القرار خلاص هو القرار متاخد وتنفذ وكله تمام. لكن دلوقتي انت بتستبق القرارات، بمعنى ان في يعني مثلا موضوع المدرب، في ناس دلوقتي في ناس بتنزلك CV-هات مدربين على البتاع عشان تختارها. ايوه، وتجيب مين وما تجيبش مين، وتمشي مين من اللعيبه وما تمشيش مين، ومين بيتكلم فين. فالموضوع شويه صعب. في ناس بتستبقك كمان، يعني في ناس انا شايف ان في ناس كتير جدا يقول لك انا بحب الكيان جدا، وتلاقي قبلها بيوم حاطط لك مميزات وعيوب النادي الاهلي في الماتشات الجايه. طب انت كده انت بتحب المكان في ايه؟ فالموضوع ده شويه بقى مفتوح والموضوع بقى صعب. فحته انك تقدر تقيم الامور بشكل كويس دلوقتي بقى في ضبابيه شويه، تحس ان لا الدنيا مش واضحه جدا زي ما انت متخيل قبل كده يعني، وقراراتك هتبقى صعبه، القرارات اللي هتاخدها مش سهله بالمره، وهتلاقي ناس بتنتقد. خلي بالك ممكن يبقى قرار موفق جدا وقرار صحيح وهتلاقي ناس بتنتقده. وده شيء احنا تعودنا عليه الفتره اللي فاتت يعني. طيب دلوقتي عادل الفتره اللي فاتت دي كره واقفه، مفيش حاجه بقى ولا كره ولا بتاع ولا اي حاجه، فبالتالي ايه اللي ممكن يحصل؟ كيف نستعد خلال هذه الفتره
ناس زهقت، ناس تعبت من ان مفيش كره قدم، وطبعا ده مش حاجه ناس زهقت يعني، ده حاجه غصب عننا كلنا، عند ربنا دي حاجه، حاجه من عند ربنا. ربنا اراد ان كورونا تبقى موجوده في العالم دلوقتي، وبالتالي ما عندناش يعني مش زعلانين قوي ان الموضوع ده، لكن في النهايه كره القدم هي تنفس الناس في مصر وفي في معظم العالم الحقيقه. ايه اللي ممكن يحصل بقى خلال الفتره اللي جايه؟ يعني الفتره الجايه دي محتاجه، يعني انا شايف ان موضوع كورونا ده يعني محتاج ان الناس كلها تغير طريقتها كمان في التعامل بشكل يعني اوضح من الفتره اللي فاتت. الامور بقت يعني انت في يوم وليله ممكن تلاقيك مش موجود، فانا شايف الامور شويه محتاجه ان انت تتعامل بشفافيه شويه، وتتعامل بالامور بيبقى فيها منطقيه شويه ومصداقيه، لان الامور فعلا مش مستاهله. انت ممكن النهارده واحنا قاعدين ممكن تلاقي واحد فينا بكره مش موجود. فالامور مش مستاهله مشاحنات، ومش مستاهله حسابات، ان انا اقعد احسب الحسابات واقعد اكتب حاجات عشان مين مستفيد وان انا استفيد. فالموضوع مش مستاهل. فانا شايف ان دي اكتر حاجه احنا محتاجينها دلوقتي، محتاجين ان احنا نبقى صادقين مع نفسنا شويه، محتاجين نقيم الامور بشكل كويس. والكره دي هتفضل موجوده، انا موجود وانت موجود، هنمشي وهيجي ناس غيرنا والكره تفضل موجوده، بس هيبقى تفكيرنا وطريقتنا بعد كده، هيبقى طريقتنا وتفكيرنا بعد كده. في نجوم كبار جدا صنعوا انجازات كبيره جدا، وعملوا بطولات كتير جدا، وعملوا فلوس كتير جدا، وانت ممكن تقابله في الشارع ما تسلمش عليه، ما تبقاش عايز تسلم عليه، ممكن تديله وشك وتمشي، تديله ظهرك وتمشي، مظبوط؟ وفي واحد اقل منه ولكن بطريقته وبذكائه وبسعة صدره وبيعرف يتكلم كويس، بتعرف بتقبله بعد كده. هو ده دي 5% اللي كنا فيها. انا نفسي 5% دي تزيد، نفسي 5% دي تبقى 50% و60%. هو حلم، خلي بالك يعني عشان الموضوع صعب. صعب هو حلم، ولكن بتمنى مختلفة. لكن ده اللي انا بتمناه، ان احنا نزود نسبه الناس اللي راقيه في التعامل شويه، وانك يبقى قدوه لناس تانية. ان انت خد بالك، انت دلوقتي النهارده الناس بتتفرج عليا وعليك، ممكن تلاقي واحد النهارده بقى انت بقيت انا بحبك، انا انت قدوتي. فممكن تلاقيك انت بتتكلم في اتجاهات، طب انا باخد منك، انا بشرب ناس تانية غيري. وبعدين في ثانيه ممكن اعمل لك فيديو، في ثانيه تلاقي 100,000 واحد صغير شافه، ولعيب الكوره كتير بيتفرجوا عليك وبتشوفك. فانت محتاجين برضو ان احنا، انا نفسي دي اكتر حاجه من الحاجات اللي احنا نستفيد منها في بعد موقعه كورونا يعني. قبل ما الكره تقف الحقيقه، كان هناك حاله من الاحتقان كبيره جدا جدا ما بين اللاعبين جوه الملعب، وبعدين فجاه الكره وقفت، حاله من الخير وتحدي الخير ما بين اللاعبين. هو في مصر كلها يعني، في مصر. مش بتكلم على ناديين او نادي معين او ناديين، لكن بتكلم بشكل عام. احتقان، الحاله وقفت، كره القدم وقفت، تحدي الخير اللي بداوا نجوم النادي الاهلي ونجوم نادي الزمالك برضو عشان الناس ما تاخدش كلامنا بطريقه او باخرى، نجوم الكره عامه، نجوم كره القدم بداوا. وسبحان الله، الناس اللي كانت بتتخانق في الملعب بقت بتتحدى بعض في الخير، وكلهم ايه علاقه اللاعبين بينهم وبين بعض جوه الملعب دايما يعني. برضو هاخدك في اتجاه تاني، اتجاه السوشيال ميديا. دلوقتي انت ممكن، زمان لما كنت بتلعب او اي حد كان بيلعب كان عنده اهداف عايز يحققها عشان يبقى بطل، وعشان يبقى نجم كبير، وعشان يبقى حاجه كبيره جوه، ويبقى ليه عنده مكانته وسط الناس. دلوقتي بقى عندنا اتجاه فيه تمثيل شويه، اللي هو بتاع السوشيال ميديا. انا بقعد اصطنع مواقف عشان الناس تطلع تسقف لها. بقى في بطل سوشيال ميديا، وفي بطل حقيقي، في بطل حقيقي بيتمرن ويطلع عينيه الصبح في التمرين وكل حاجه ومركز وشايف الامور بشكل كويس، وفي بطل تاني شايف ان هو فيديوهاته بتعمل لها 1 و2 مليون مشاهده، فهو شايف ان ده انا النادي بتاعي. ودي مشكله، خد بالك، مش عند اللعيب. انا شايف اللعيب مش هو المشكله، اللعيب امكانياته العقليه دلوقتي لا ترتقي ان هو يعني، مش انا اسف يعني مش كلمه لا ترتقي، لا يعني ما تجيبوش ان هو يبقى هو بالعقليه دي، ان هو يبقى بالذكاء ده. ولكن في ناس من جمهور الانديه كلها بتسعى للاحتقان ده، بتقول لك لا انت برافو عليك، لما تيجي تعمل موقف مش كويس بتقف في ظهرك عشان انت بتحب النادي. لا، مش هو ده كان النادي. ولو انا هتكلم عن النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا ممكن ناس كتير تزعل مني فيها، احنا عمرنا ما كان جمهورنا جمهور سوشيال ميديا بس. ما ينفعش ان انا اطلع النهارده اقول اقعد امسك احمد فتحي عشان الناس ما بتحبوش، فاقعد اتكلم عن احمد فتحي وحش عشان انا بقى بطل. احنا دلوقتي بقينا ابطال سوشيال ميديا، ولكن من حق الناس تعرف الحقائق. مثلا في موضوع احمد فتحي تحديدا، يعني انا هقول لك حاجه، ما انا اتكلمت في الانترو ان في حقائق انا لازم اقولها. هل ده معناه ان انا بكره احمد فتحي؟ هل ده معناه ان انا لا، انا هنا دوري ان انا
توضح الناس، اوضح الامور، بس ما تبقاش بطل على حساب حد تاني. احنا دلوقتي بقينا ابطال على حساب بعض. بقينا ابطال ان انا مش عارف مين ضرب كهربا بالكوع، وكهربا مش عارف مين عمل مين بالكوع، مش لازم كهربا بالذات يعني، اي اسم اكس يعني. فجمهور النادي ده بيحب الراجل ده جدا وهو اسطوره النادي. لا عمر، انا هتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عمر ما كان اسطورته واحد بيستفز ناس او بيتكلم ايا كان. انا بتكلم عن النادي الاهلي عشان ما حدش يجي يقول قصده بيطبل للنادي الاهلي، لا اتكلم عن النادي الاهلي. عمرنا ما كنا كده، كلام منطقي. عمر ما كان النادي الاهلي عنده حد موجود عشان يقصف جبهه، دي برده نقطه مهمه جدا لازم احنا ناخد بالنا منها عشان العيب بتاعي برده يبقى في نفس دايما التجاهي. بتبقى ايه دايما الامور بتبقى ايه، ان انا محتاج ان انا ما هو في اوقات برده عادل، وخليني انا اكلمك في هذا الموضوع تحديدا، كويس ان انت فتحته برده، لانه موضوع مهم، موضوع مهم جدا. احنا دايما النادي الاهلي سياسته، وانت عارفها اكتر مني، ان انت يعني في اساءات بتحصل ما ينفعش ترد عليها طبعا، خلاص. في اساءات كتيره جدا بتحصل واحنا ما بنردش، يعني خليني اكلمك على القناه كمان تحديدا. اوقات كتيره جدا الناس بتسيء فيا انا شخصيا، ما عنديش مشكله ما بطلعش ارد. هو انا ما بطلعش ارد ليه؟ انا ما بعرفش ارد مثلا؟ لا، عشان سياسه يعني سياسه النادي كده. اتعلمنا جوه النادي ان النادي الاهلي دايما سياسته ايه بالظبط، ان انت في امور ما يعني تترفع عنها وتبعد عنها، وخلي اللي يتكلم يتكلم. ولكن مثلا خليني اقول لك موضوع زي موضوع مؤمن زكريا مثلا. ما هو النادي الاهلي بدا الموضوع ده ازاي؟ ان هو كان في قرار مجلس اداره سري بان النادي الاهلي سيتكفل بعلاج مؤمن زكريا. طلعوا اتكلموا بعد كده وقالوا واتعرفت، فبقى الامور كلها بتتجه ناحيه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي مقصر. بس انا برضو لازم اخد احتياطي، لازم عندي احتياطاتي من الحاجات دي. طالما في انا بتعامل وشايف في قدامي ناس مستنيه لي حاجه، فلازم في حاجات تتقفل. طلع ما طلعنا بقى قلنا من بدري. لا في حاجات في حاجات لازم انت اللي سباق فيها، لازم تتقفل من بدري. دي من موضوع لا مهم. لانه في النهايه انت بتحافظ على اسم وكيان اللاعب اللي عندك طبعا، خلي بالك. مش ما هو فانت قعدت خدت القرار، وكان قرار سري، واحنا كنا عارفينه على فكره، وكنا بنحاول ان احنا نطلع نتكلم فيه. قال لك لا، ممنوع ان انت تتكلم فيه، لانه يخص شخص احنا كلنا بنحبه وكلنا عايزين نقف معاه، فما ينفعش نتكلم فيه. اتكلموا في اي حاجه تانية يعني، ما عمرنا ما حد بيقول لنا ممنوع في حاجه، لكن انا بتكلم في ده تحديدا لانه ده العادي. ده المفروض نادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي ممكن تمشي بعد 10 سنين ويكون لك 200 جنيه في النادي او 300 جنيه ولا 1000 جنيه في النادي، بترجع تلاقيهم. ده اتعلمنا كده طول عمرنا، اتعلمنا كده. بترجع تلاقي فلوسك، بترجع تلاقي حاجتك. فده اللي احنا اللي عايزين نعرفه للناس اللي ما تعرفوش. الناس اللي ما تعرفوش لازم تشتغل على ده، احنا لازم نشتغل على الحاجات دي، ولازم نبرز الحاجات دي بشكل كويس جدا. وبرده في نقطه ثانيه، ان احنا نطلع نتكلم ونرد، دي برده مش صح. ان احنا نقعد نتكلم نفتح مواضيع، لا كبعيد بقى عن المطبخ يعني. الناس اللي بعيده عن هي على الشغل وعلى الاداره، برده احنا في حاجات لازم نكون برده عاقلين شويه فيها، في كلامنا محسوب، بالذات الناس اللي ليهم الناس بتحبهم. لازم يكون كلامك محسوب، ولازم يعني تتحرى الدقه في كل حاجه انت بتقولها، اذا كنت انا او غيري لازم برضو فاهم الموضوع ايه. حتى في حاجات برضو انا ممكن اكون شايف اخطاء، بس مش لازم اتكلم فيها. في اخطاء بتتكلم فيها جوه النادي، ممكن اتكلم فيها مع حد جوه النادي، وان انا بحاول اصلح عشان ده، لكن مش لازم كلها تبقى على الملأ. لكن في النهايه دلوقتي هو ده اصبح العصر، ان انت دلوقتي محتاج، ان انت النادي الاهلي محتاج ان هو يطلع يرد، او لازم يرد في بعض الامور. يعني ما احنا وضحنا بعض الحقائق عن موضوع احمد فتحي، وعندنا حقائق اخرى هنتكلم فيها برضو في الحلقات اللي جايه. كل ما حد هيقول حاجه هنطلع، ما احنا عندنا الحقائق، ولكن احنا اتكلمنا في الحقائق التي لا تمس اي حد بالظبط، ولا اللاعب ولا النادي بالظبط. هي الناس للجمهور لازم يعرفه بس، الجمهور لازم يعرفه ان النادي الاهلي عمل ايه، لان انا او احنا في قناه النادي هنا بنمثل النادي الاهلي، وبالتالي لازم نقول اللي النادي الاهلي عمله بالمستندات مش بالكلام. انت عارف ان احنا دايما جوه النادي، لا طبعا لازم بتطلع لما تيجي تتكلم تتكلم بالمستندات، مزبوط. او بالارقام او بكذا او كذا او كذا، والحقائق في النهايه بتوصل تتضح. يعني احنا لما انا طلعت اتكلمت على موضوع مؤمن زكريا، قال لك يا عم انت بتقول اي كلام. طيب ماشي، طلع الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي امبارح بالورقه بقى، قال 1 2 3 الكلام اللي احنا قلناه، وبالتالي هو ده دايما اللي احنا بنحاول نعمله. ايه رايك في ريني فايلر مع النادي الاهلي؟ فايلر وصل للحد المعقول في شخصيته، بمعنى
بمعنى انك النادي الاهلي اول فريم لازم تحط جوانا يكون عندك شخصيه. الحته الفنيه متقلبه، بمعنى ان جوارديولا وكل مدربين العالم بيجي لهم وقت متوهجين فنيا، وفي وقت بيبقوا فنيا ممكن ما بقاش هو بياخد قرارات غلط، وارد انه ياخد قرارات غلط، ومن ده مدربين واحنا مش كره قدم يعني، مش انبياء يعني، فطبيعي انك، ولكن في حاجات اساسيه مهمه جدا انا شايف ان بيقدر يوصل لها وعمل رصيد كبير جدا فيها، ان هو عنده شخصيه المكان. شخصيه المكان انك يبقى النادي الاهلي لازم مدرب عنده شخصيه، بيعرف يعمل سيطره على اوضه اللبس بشكل كويس جدا، لازم يتعامل مع المواقف بشكل فيها بحاجه فيها حنكه وتريس، وده موجود عنده، عنده هدوء وعنده ردود افعال متباينه على حسب المواقف، ودي حاجه كويسه برضو. انا شايف دي هي اهم نقطه في وجود في لازم تبقى موجوده في المدير الفني للنادي الاهلي، هو الشخصيه مع الوقت. خد بالك النهارده فايلر بقاله قد ايه؟ ما كملش 6 شهور. لا ما كملش 6 شهور لسه. حلو. ففنيا دلوقتي ما اقدرش اقول ان فايلر 100%، لا، ان فايلر ده هتلاقيه شهر بعد شهر كل 4-5 ماتشات، لو بتعمل مجموعات للماتشات هتلاقي ان الخمس ماتشات اللي في الاسبوع ال 15 لفايلر غير الخمس ماتشات غير في الاسبوع الثاني والثالث وغير ال 40 وغير ال 50. ففنيا الامور بتزداد مع الوقت، ويبقى المدير الفني بيثقل مع الوقت. زي اللعيب، اللعيب بيبقى عنده خبرات بتزيد مع كم الماتشات، وبرده المدرب بيبقى عنده خبرات مع الوقت. ولكن الفريم الاساسي اللي انا شايف في فايلر فيه ان هو شخصيه قويه، مدرب بيعرف يقيم الامور بشكل كويس، واللعيبه ماشيه في اتجاهه. ما عندوش، مفيش المشاكل الى حد ما تتعدى 5%، وده نجاح ليه جدا في ظل السوشيال ميديا وظل الاعلام المفتوح جدا في كل حاجه. انت شايف ان الفتره اللي مقضيها ريني فايلر سواء في البطوله الافريقيه قبل ما الكره تتوقف يعني، سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري، هي فتره جيده فنيا؟ خلينا نتكلم فنيا يعني. ده فنيا وبالارقام. وبالارقام. فنيا وبالارقام، ولكن في هتزداد بعد كده ثقل للمدرب. المدرب اللي كانت النقطه كنا فيها خبراته مع المكان ده ومع طريقته ومع الناس اللي حواليه. جوزيف اول سنه ما اتعاملش مع الصحفيين كويس، او ما اتعاملش مع الاعلام كويس، بعد كده بدا يتعامل مع الاعلام بطريقه اللي هو اكتسبه في السنه الاولانيه. جوزيف انجازاته كلها كانت في السنين اللي ما بعد 2004، في الولايه الثانيه. في الولايه الثانيه انا كنت موجود في الولايه الاولانيه وبدايه الولايه الثانيه ليه، كان مختلف تماما، شخصيته مختلفه. وده اللي انا شايف في فايلر فيه. فايلر لو كمل وقت اكتر من كده هتلاقي ان هو بيديك حاجات احسن من كده. الفرقه اللي موجوده معاه ممكن كلها 90% مش اختياراته، ولكن ال- 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 القوام الرئيسي للفرقه اللي موجود كويس جدا 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 يعني باللاعبين، ولو زود عليها زود عنصر او اتنين عشان يبقى يوصل للتوب ليفل يعني، انت بتتكلم في احسن حاجه. ولكن الفريق اللي موجود هو برضه محظوظ ان هو جه في الفتره دي. لو فايلر جه في الفتره اللي كان فيها كارتيرون شويه ما كانش محظوظ. كارتيرون جه في وقت كتير جدا كان معاه سكواد اقل وكان فيه اصابات كتير، يعني مش اقل بس، ممكن اكون اقل ويكونوا كاملين، لكن لا، انت عندك سكواد كان اقل وكان فيه اصابات كتير جدا، فما كانش موفق. الفتره بتاعت اللي بعدها برضه ما كانش فيه كم اللعيبه اللي موجود دلوقتي. هو محظوظ في حته، ولكن هو امكانياته ساعدته ان هو يبقى موجود في المكان اللي هو موجود فيه. هو بيأدي بشكل كويس، عمل نتائج كويسه جدا جدا جدا، ارقام كويسه جدا، وحتى في افريقيا بيأدي بشكل كويس. انت كسبان سان داونز في ملعبك وعامل نتيجه ايجابيه بره ملعبك، وبتلعب سيمي فاينال بطوله افريقيا، فدي ارقام جيده جدا. وانا شايف برضو ان حتى لو فايلر ما اخدش بطوله افريقيا السنه دي، لا، لازم يبقى موجود، عشان هيبقى موجود بعد كده ممكن يصنع تاريخ لفترات طويله جدا. ما يبقاش احنا بنتعامل مع مدرب دلوقتي هو اخد البطوله ما خدهاش، مفيش حاجه اسمها كده. لا، انا ممكن اخد بطوله وانا الكيرف بتاعي او المنحنى بتاعي في تطوير اللاعبين مش موجود اساسا. ما بطورش حد، انا خدت البطوله كده باي لك، خدت البطوله بتوفيق، لكن لا، ممكن اكون بخسر دلوقتي، بس مع الوقت في تطور، في تطوير لعيب كتير جدا، في شخصيه للفريق، مع الوقت ممكن تصنع تاريخ ما حدش صنعه قبل كده. فاعتقد فايلر عنده ده دلوقتي. دايما عادل مصطفى بيكون متواجد مع ميدو كمدير فني، بيبقى موجود ميدو وبيبقى معاه دايما عادل مصطفى. اشمعنى ميدو وايه طبيعه العلاقه اللي بينكم وبين بعض؟
لا هو مش اشمعنى، هو مش دايما. انا بدات مع كابتن محمد يوسف في الاول، بدايتي كانت في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، بعد كده اشتغلت مع كابتن يوسف رقم 3. الفتره الاخيره انا بتكلم عن الفتره الاخيره. ما هي ما انا هجيب لك هجيب لك اللي وصل الموضوع عند ميدو. فبعد كده اشتغلت مع كابتن يوسف في الشرطه العراقي، بعد كده اشتغلت معاه في بتروجيت، بعد كده كابتن يوسف اشتغل في الاهلي لوحده وانا كنت شغال لوحدي. بعد كده النادي الاهلي عرض عليا ان انا موجود في قطاع الناشئين، وانا كنت حابب ان انا اخد خطوه ثانيه، ولكن بعض الناس يعني نصحتني وانا لقيت ان انا ممكن اخد التجربه دي تاني في الناشئين. انا كنت شغلت خلاص فريق اول، بس رجعت اشتغلت مع فريق 2003، وخلال الفتره دي اتصعدت للفريق الاول، وبعدها رجعت تاني اشتغلت شهر وشويه في الفريق الاول، كنت متواجد في حوالي 9 ماتشات او 10 ماتشات، وبعد كده رجعت تاني قطاع الناشئين. وفي الوقت ده ميدو كلمني قال لي ان انا هبقى موجود في الدوري السعودي، وانا شايف الدوري السعودي دوري قوي قوي، وبجلسه مع كابتن خطيب برضو كنت ممكن اروح اقدم اقول لهم ان انا مش هبقى موجود، واقدم استقالتي واروح وامشي. كان انا رحت قعدت مع كابتن خطيب، كان في جلسه بيني وبين كابتن خطيب، وقعدنا اتكلمنا وشرحت له وجهه نظري، وقلت له ان انا دي بالنسبه لي هتبقى خطوه مهمه ليا، ان انا هاخد خطوه اكبر وفي دوري قوي هتثقلني خبرات تانية، ولو نادي احتاجني بعد كده هيحتاجني وانا هيلاقيني وانا عندي خبرات، غير لما يكون برضو وانا موجود في قطاع مختلف، غير لما اكون برضو بتشتغل في دوري ممتاز ودوري السعودي ودوري ممتاز. خلي بالك مع مدرب كويس ميدو طبعًا. من المديرين الفنيين طبعا انا من وجهه نظري يعني ميدو من المديرين الفنيين جيد جدا، وانا مع ميدو انا استفدت منه حاجات كتير جدا في التجربتين. تجربه السعوديه كان فيها استفادات كتير جدا، وميدو خد بالك مع الوقت لما يبقى عنده خبرات كمان عن الفتره اللي فاتت، هو عنده خبرات ولكن لما يثقل كمان اكتر هتلاقيه في مكانه كويسه جدا. فانا استفدت في الفتره دي، حتى لو النادي الاهلي بعد كده احتاجني هتلاقيه انت عندك خبرات، غير لما تبقى انت موجود برده من قطاع الناشئين. قطاع الناشئين طبعا طبعا بي بي بيضيف لاي مدرب، ولكن لما بتشتغل على المستوى اللي انت النادي هيحتاجك فيه بعد كده تبقى الامور مختلفه شويه. مختلف. ايه اللي حصل في موضوع المقصه بقى وفي تجربه المقصه مع ميدو؟ ميدو مدير فني جيد مع جهاز فني رائع، مجموعه لعيبه الحقيقه انا بشوفها من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر، متواجدين في مصر الحقيقه، ولكن للاسف الشديد نتائج غير طبيعيه من وجهه نظري. بص، هي نتائج غير طبيعيه، ولكن لو جيت طلعت الهايلايتس بتاعت الماتشات من بعد الاسبوع الخامس بالظبط، من بعد الاسبوع الخامس هتلاقي ان فرقه المقصه من اكتر الفرق اللي بتضيع فرص في الدوري. حلو جدا، ولكن في الاخر انا ده طبيعي. ده احنا اتفقنا لسه كنا بنتكلم على فايلر، ممكن تبقى انت مش ناجح قوي بس عندك الكيرف بتاعك بيزيد وبيعلى، وانت شايف ان الفرقه في متقدم. ممكن يكون نتائج مش كويسه، مع الفرق ان الاهلي بينافس على البطولات والمقصه منافسش على البطولات. المقصه ممكن يبقى موجود في وسط الجدول، ممكن ينافس على المركز الرابع المركز الثالث، فده الفرق بين الاهلي والمقصه. ولكن وارد جدا انك يبقى عندك سوء توفيق، وارد جدا يبقى عندك اختيارات خاطئه، ممكن يكون في جهازك في اختيارات خاطئه، ممكن يكون في فرقتك فيها اختيارات خاطئه، وده مع الوقت هيجي. انت بتتكلم في اثنين، يعني ميدو احنا ميدو في سن واحد انا اكبر منه بسنه، وعندنا كم خبرات الحمد لله كويسه. انا بقالي 5 سنين بشتغل فريق اول، واشتغلت على مستوى مختلف في دول عربيه مرتين، واشتغلت في نادي الاهلي وبتروجيت والمقصه، وميدو نفس القصه، اشتغل في دجله والزمالك مرتين والاسماعيلي والمقصه، واشتغل في السعوديه في وقت قليل، فده مع الوقت هيديك كم خبرات عالي جدا. وممكن كمان فتره هتلاقي الامور هيبقى في جاب بينك وبين الناس اللي حواليك يعني. وانت الفتره القادمه انت مستني ان انت ايه تعمل ايه؟ لا هو المدير الفني تبقى هل شايف انت ولا لسه شويه؟ لا فتره المدير الفني انا شايفها لسه مش دلوقتي. انا مش حابب ان انا اخد خطوه وارجعها، انا من انصار الناس اللي بتاخد خطوه تكمل فيها، احب ان انا اخد وقتي فيها حتى لو مش ناجحه 100%، ولكن ما اخدش خطوه وارجعها تاني. ومش من انصار الناس اللي بتقعد تغير كتير. النهارده انا شغال مدرب، بكره ابقى مدير كوره، وبعده ابقى مدرب تاني، وبعده ابقى اخد مدير تعاقدات. فانا حابب بحب ان انا اخدت اتجاه هكمل فيه، الا اذا غيرت هغير هكمل في الاتجاه اللي هغير فيه. ممكن اغير وارد، بس لما تيجي تغير هتكمل في الاتجاه ده، ما تبقاش كل يوم براي. انا بالنسبه لي انا ابقى رقم واحد، شايف ان انا محتاج وقت شويه، محتاج وقت ليا شويه ان انا اشتغل اكتر، وان انا يبقى عندي كم خبرات اكتر من اللي انا موجود فيه دلوقتي، عشان لما اخد الخطوه ما ارجعهاش تاني. انا متواجد مع ميدو في الفتره الجايه، الله اعلم في شغل او مفيش شغل، ده شيء طبيعي جدا، وارد انك تشتغل. والحاجات اللي اتعلمتها في النادي الاهلي انك يكون عندك صدق مع الراجل اللي بتشتغل معاه، دي الحاجات اللي اتعلمتها جوه النادي الاهلي، انك تكون صادق
مع الراجل بتعامل معاه ويكون عندك وفي ليه في الفتره انت بتشتغل معاه فيها. لو مش موجود معاه فيها احنا اصدقاء وكل حاجه، ولكن في الفتره احنا شغالين مع بعض فيها لينا وفاء لبعض ولميدو او لاي حد تاني. كابتن يوسف برده كان نفس القصه لغايه ما كابتن يوسف اشتغل في النادي الاهلي وهو اختار ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي وانا ما كنتش موجود يعني. فما اعرفش بكره في ايه، بس لغايه دلوقتي انا مكمل مع ميدو وبرده ما تعرفش بكره برده في ايه، ما حدش يعرف بكره في ايه. ارجع بك كام سنه كتير ورا كده، مباراه ريال مدريد لو تفتكرها. 20 سنه كانت 2001 الفتره دي انت كنت متواجد، كنت بتلعب اعتقد كمان. لعبت مباراه ريال مدريد المباراه دي. ابرز الذكريات بتاعتك في هذه المباراه، لانها الحقيقه مباراه في حاجات كده في التاريخ بتبقى موجوده. اعتقد ان مباراه ريال مدريد من المباريات من اهم الماتشات يعني. دي اول مباراه انا لعبت قبل الماتش مباراه ريال مدريد على فكره. لعبت فريق اول قبل مباراه ريال مدريد كذا مباراه كده مع مستر ديكسي وكابتن مختار، لعبت معاهم السيزون اللي قبله. والسيزون ده لما جه مستر مانويل انا ما كنتش اصلا في الحسابات تماما يعني، حتى انا كنت طالع من الناشئين. الناس اللي شايفاني ان انا لعيب كويس كل حاجه، بس في ناس ليها اولويه انها تبقى موجوده. حتى لما رحت مع مستر مانويل الناس كانت قالوا ان انا بلعب مكان تاني خالص غير لعيب نص ملعب. فروحت معاه، سافرت معسكر البرتغال، فلعبت معاه اول مباراه وديه. فجي عمل محاضره، راجع الاوتيل عمل محاضره قال لهم هو انتوا ليه ما قلتليش ان الراجل ده بيلعب نص ملعب؟ فكان بالنسبه لي كانت مفاجاه. ومن بعد الفتره دي انا اللعيب الوحيد اللي لعبت الماتشات الكامله في البرتغال في المعسكر البرتغال ده. ولما رجعت مصر برده كنا راجعين في الطياره مع بعض، كنا قاعدين جنب بعض، فبيقول لي انت متخيل انت ممكن تلعب مباراه ريال مدريد؟ فسكت يعني. كان في لعيبه كتير جدا بخبرات كتيره جدا، وانا كنت متخيل ان المباراه دي تكريم للعيبه الكبار اللي موجوده في الفرقه. ولكن ده ما كانش كده خالص. لعب لعيبه صغيره وعمل جيل تاني جديد خالص، عمل بالك غير جلد يعني، غير جيل كامل في الفتره دي. في لعيبه كتير صغيره لعبت، حسام غالي وانا وشيتوس وابو مسلم وكان ابو المجد ولعيبه كتير، مش عايز انسى حد يعني. وعمل جيل جديد اخذ بيه بطوله افريقيا واخذ بيه سوبر افريقيا لغايه ما مشي، خسرنا الدوري في مباراه المحله الاخيره تعادلنا فيها 1-1 يعني. بس في مباراه ريال مدريد كانت مباراه بالنسبه لي من كان زيدان بقى و... كل الناس كان بين شوطين واحنا اول ما الشوط خلص وراح جاي لي على الدكه قال لي هتنزل بين شوطين. فانا برده مش مدرك ان انا ممكن العب مباراه ريال مدريد. قال لي هتنزل تلعب مان تو مان على مكاليلي. قلت له فانا استغربت. هو سالني يعني. قال لي مين اهم لعيب في الملعب؟ فانا طب قلت له زيدان، يا زيدان يا فيجو، الاثنين كانوا موجودين في الملعب. قال لي اهم لعيب في الملعب مكاليلي. فسكت، انا سكت، مترجم واقف معايا ومش عارف، عايز اقول له انت بتترجم صح ولا ده ايه؟ قال لي لا، هو قال لي هتنزل تلعب مان تو مان مع مكاليلي. كان بيلعب ديفندر، وعشان تلعب مع مان تو مان يبقى انت صانع اللعب، يبقى انت بتلعب رقم 10، بتلعب تحت علاء ابراهيم، كان علاء ابراهيم وبيبو موجودين، فانت كنت تلعب تحت انا اللي تحته. فقلت له يعني هنزل العب مان تو مان مع، قال لي اقف مع مكاليلي هتلاقي ريال مدريد دي كلها وقفت. فعلا نزلت وقفت، لعبت مان تو مان مع مكاليلي. الشوط الثاني ما لمسش حوالي ثلاث لمسات على بعض. وعايز اقول لك عملنا كم فرص الشوط الثاني على فرقه ريال مدريد مش طبيعيه. بيبو ضيع انفراد وعلاء ابراهيم وحاجات كتير جدا. ودي بصراحه من المواقف اللي تخليك برده وانت بتتعامل مع مدرب تبقى واثق فيه قوي. يعني انا الحمد لله في اول سنه دي كانت مع جوزيه كان بيقعد يتكلم معايا في حاجات يعني لو انا لعيب عندي 35 سنه مش هتكلم معاه فيها. فلقيته ان هو عنده ثقه كبيره جدا فيا، وفعلا بعد المباراه دي انا كنت عنده حاجه مهمه جدا. ما كنتش متأيد في افريقيا السنه دي، ولكن في كل الماتشات اللي ما لهاش علاقه بافريقيا كنت موجود فيها. مباراه السوبر برضو الافريقي مع كايزر شيف كسبنا 4-1، كان عندنا معسكر في اسماعيليه، قعدنا اسبوع في اسماعيليه بنتفرج على فيديو. كان في لعيب رقم 10 في نص الملعب، الولد ده كان اللعيب ده كان عنده ترنات رهيبه لدرجه احنا قاعدين احنا خايفين من اللعيب ده. فبص لي قال انت تلعب مع الراجل ده؟ قلت له هلعب معاه ازاي يعني؟ قال لي هتلعب مان تو مان مع رقم 10. قلت له فسكت ما كلمتش. بعدها نزلنا الملعب كده فشرح لي كام موقف لازم اتعامل بيه في معاه. كان فرقه كان عندها كام سرعات كبيره جدا. ده برده من المواقف اللي اتعلمتها من مستر مانويل جوزيه، انك ازاي لما تيجي تلعب فرقه عندها سرعات تعاملهم ازاي. بس غريبه جدا ان هو يختار مكاليلي مش اي حد يعني خالص. عيون يعني اي حد هتساله زي ما انت بتتكلم، هتتكلم على زيدان، هتتكلم على روبرتو كارلوس ممكن يعني، راؤول كان موجود وبوتي كان موجود، كل الناس كانت موجوده. اي حد من الناس اللي كل الناس كانت موجوده. فشويه لا يعني هو دماغه شويه بيفكر بره الصندوق في حاجات
بتميزه عن اي حد. وبالفعل الشوط الثاني نادي الاهلي تفوق، تفوقنا جدا، سجلنا هدف وضيعنا كم فرص غير طبيعي. الشوط الثاني ضيعنا، رحنا لجون كتير جدا. الشوط الاول كنا ميكاليلي هو اللي كان بيلعب الفرقه فعلا. بعد المباراه تقعد تتفرج على المباراه ثاني، ميكاليلي هو اللي بيلعب الفرقه، هو كل كره بتعدي عنده. فهو قفل دي، لما قفل دي خلاص بقى زيدان وفيجو ان الكره توصل لهم بقت صعبه، عندهم مشكله، بقت عندهم مشكله تانية. فهو دي برده من الحاجات الذكاء، الذكاء العالي جدا عند مستر مانو بصراحه، من الناس اللي الواحد اتاثر بيهم جدا في مشوار الكروي. يعني ايه تاني بقى بين الشوطين كده وانتوا قاعدين لعيبه نجوم ريال مدريد كلها برده داخله وبتاع، برده ريال مدريد كان في رهبه شويه. كان في رهبه، والجيل ده كان بقاله يعني كان صعب ان هو يلعب مباراه زي دي. احنا كنا زمان بنسمع في الستينات وفي الخمسينات والسبعينات ان كان في ماتشات كده، لكن في الوقت ده كانك تلعب ريال مدريد كان حاجه برضو بالنسبه لنا كانت حاجه كبيره جدا. طبعا وبالك المعسكر بتاع البرتغال كان كل الناس محضره ماتش ريال مدريد، انت بينام بدري عشان ماتش ريال مدريد، هو عارف ان هيلعب نجوم، هيلعب فرقه كبيره. في برضو بمناسبه انا كنت في اليوم ده بقيت مع صنديه في الاوضه. فصنديه قاعد معايا بالليل كده، فبقول له صنديه اللي جاب الجول، صنديه اللي جاب الجول، قلت له صنديه تخيل كده انت بكره جبت جول. قال لي لا ده انا ممكن اقلع التيشيرت والف الملعب كله. قلت له ما اعرفش، حاسس ان انت هتجيب جول. لا والله. فقال لي بص نام بقى احسن عشان احنا كده ايه هنقفر يعني. هنقفر العب بس الاول بعد كده احلها. قلت له والله انا حاسس هجيب جول. يوم ده كان قاعد معايا، كنا قاعدين في اوتيل، فقلت له كده. فهو جاب جول ثاني يوم، ودي برده من الصدف اللي كانت في المباراه دي يعني. مين ابرز اللعيبه اللي انت وانت كنت قاعد بتتفرج كده يعني ايه ده هم دول؟ مين دول؟ مين اهم اللعيبه؟ كان زيدان وفيجو. بالمناسبه كان عندي مشكله مع فيجو في المباراه دي. كابتن جمال غندور كان الحكم، وفي كوره ضغطت على ميكاليلي والكوره راحت لفيجو، راح ضغط عليه فخبطته. فعلا خبطته، كانت لعبه كانت خشنة يعني فيها خشونه شويه. فجيت اعتزله راح زق ايدي كده، فكابتن جمال غندور قال لي جدع. قال لي عادل هديك انذار بس جدع. قلت له فانبسطت منه حتى من رد فعله، ان هو شاف ان عيب يعني ما ينفعش تتعامل بالطريقه دي يعني. بس والموقف ده كابتن جمال يعني كان بيحضرنا فتره في الرخصه بيه الافريقيه، وحكى لي الموقف يعني حكى الموقف ده واحنا بناخد المحاضره بتاعه التحكيم. فدي برده من المواقف. المباراه الحقيقه لن تنسى في تاريخ ريال مدريد وفي تاريخ الاهلي الحقيقه، لانها حاجه كبيره جدا. انت تلعب واحد من نجوم الفرق اللي بتنافسك كمان على بطل العالم يعني اكتر فرق. فحاجات جامده. هدف المباراه اهو، ده كان بيبو هو اللي كان عامل دريبل بالكوره. وراحت لعلي، اعتقد حد وقع، لا راحت لحسام غالي، حسام غالي جري وحطها للصنديه. يعني دي كانت برده اول مشاركه لصنديه. لا كانت صنديه كان شارك برده قبلها في المباريات الوديه، لا مع مستر ديكسي. صندي جه في الفترة اللي كان فيها ديكسي، صندي وروبرت لعبوا قبلها بسنة. عموما طبعا ذكريات جميلة جدا وأمور كثيرة جدا ممكن نتكلم فيها في هذه المباراة، ولكن أخيرا كابتن عادل يعني لو عايز تقول كلمة لجمهور النادي الأهلي في نهاية هذا الحوار. صعب أوي كلمة لجمهور النادي الأهلي. لا طبعا دي مهمة. طيب أنا شايف أن يعني بتمنى أن جمهور الأهلي يبقى على قلب رجل واحد، وأن احنا برضو في لازم نتعامل مع اللعيبه بشكل يبقى فيه منطقيه شويه، وما نطلبش من اللعيبه حاجات اكتر من امكانياتهم الشخصيه والعقليه. انك لازم تتعامل مع اللعيب في انتماء وكل حاجه، ولكن في حاجات مش كل لعيب تقدر تعملها، ومش كل لعيبه بنفس الشخصيه. وتاني هقول لهم ان اللعيبه 5% او 10% من اللعيبه بيتعامل بالموقف اللي انت عايزه. فخليك حليم شويه في قراراتك مع اللعيبه، وتكون في هدوء شويه. والتعصب لازم التعصب يقل شويه، ان احنا مش محتاجين تعصب. احنا النادي الاهلي اعلى بطولات في افريقيا، اعلى بطولات في الثاني اكتر فريق في العالم عنده بطولات، بطل الدوري بفارق كبير جدا عن المنافس. فانت مش محتاج ان انت يبقى عندك تعصب. الناس طبيعي الناس كلها تجري حواليك، تجري وراك انت، تجري ورا النادي الاهلي وتحاول تقطع في كده. فيعني بتمنى ان النادي الاهلي يبقى في ظهر النادي على طول، ويبقى يكون فيه هدوء شويه في التعامل مع اللعيبه.
نتمنى ونتمنى طبعا ان بعد انتهاء هذه الازمه ان شاء الله الامور تعود كما كانت، ازمه الكورونا يعني ان الامور تعود كما كانت، نلعب كره قدم مره اخرى ان شاء الله. انا بشكرك عادل على وجودك معنا ودايما بستمتع الحياه بيك. ربنا يخليك تسلم. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. كابتن عادل مصطفى، هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ايضا احد نجوم النادي الاهلي الكبار اللي قعدوا فتره طويله جدا في حراسه مرمى النادي الاهلي، كابتن احمد عادل عبد المنعم هيكون معايا ايضا في حوار هام جدا عن النادي الأهلي بعد عمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه خلوني ارحب بواحد من نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه اللي قعدوا فتره طويله جدا في النادي الاهلي، ورجل المواقف الصعبه دائما داخل النادي الاهلي، ورجل حراسه المرمى في مواقف كثيره جدا، النجم الكبير كابتن احمد عادل عبد المنعم. ازيك يا كابتن احمد؟ ازي حضرتك كابتن؟ شرف ومنور. انا مبسوط ان انا معاك النهارده وفي بيتي قناه النادي الاهلي. طبعا بيتك، وستظل دائما واحد من نجوم النادي الاهلي حتى لو بتلعب في نادي اخر ولو بتتالق حتى مع نادي مصر المقصه. احمد خليني ابدا معاك الاول بالكلام او بالموضوع الاهم الحقيقه في حلقه اليوم. ايه رايك في قرار لجنه التخطيط داخل النادي الاهلي وان هي يعني تمنت التوفيق لكابتن احمد فتحي خلال المرحله القادمه؟ يعني خلينا نتفق ان احمد فتحي قيمه كبيره كلاعب كوره وكأدى النادي الاهلي وادى منتخب مصر كعطاء يعني، والنادي الاهلي دايما بيدور على مصلحته من وجهه نظره واللاعب بيدور على مصلحته من وجهه نظره، لكن بيبقى فيه دايما عاطفه او اللاعب بيفكر في مستقبله والنادي بيفكر اكتر افاده من اللاعب. بزعل لما بلاقي حد زي احمد فتحي بقيمته وبتاريخه الكبير مع النادي الاهلي، يعني بيبقى نفسه الواحد يبطل في النادي الاهلي. يعني زي حسام غالي، زي عماد متعب، ادت النادي الاهلي كتير، بيصعب عليه ان هو يشوفه في نادي تاني. تبقى صعبه شويه. ده بالنسبه لك مهم جدا يعني ان طبعًا انت تلاقي. طبعا يعني انا على الرغم من انت مشيت من النادي الاهلي مثلا. انا مشيت لظروف تانية هنتكلم طبعا. يعني انا لو بلعب اساسي عمري ما همشي النادي الاهلي. يعني ما مش قصه بالنسبه لي كاحمد عادل، مش قصه فلوس او كده قد ما هي قصه ان انت بتشوف حياتك كلها في المكان ده، لكن كل واحد بتختلف ظروفه ومتطلباته من طبعًا شخص لاخر. طبعا فانا ما اقدرش ان انا يعني احكم على احمد فتحي من القرار ده، بالعكس احمد فتحي قيمه كبيره وليه كل التقدير والاحترام يعني. طبعا احمد فتحي طبعا قيمه كبيره وقعد فتره طويله جدا في النادي الاهلي، بطولات كثيره جدا واشياء كثيره جدا عملها داخل النادي الاهلي. برضو من ضمن الناس اللي انت عاشرتها في فترات طويله جدا برضو داخل النادي حسام عاشور، حسام عاشور وقرار لجنه التخطيط مع المدير الفني بان حسام اخر سنه ليه السنه دي. هو حسام من اللعيبه ال 16 17 سنه داخل النادي الاهلي. دي حقيقه. يعني انا في دايما موقف بحضره مع حسام عاشور. حسام عاشور ده طبعا اخ ليا وفعلا يعني من القلائل، حضرتك لعبت معاه طبعا يا كابتن اسلام وعارف شخصيته، من اطيب الناس ومن ارجل الناس وعمره ما بيفكر في حاجه غير في مصلحه النادي الاهلي وفي كيانه. فبيحضرني موقف كده لحسام عاشور مره، كان يعني من حوالي 7 8 سنين كده جاله عرض في السعوديه. كان بمبلغ كبير جدا والله. انا فاكر والله الموقف ده، انا ساعتها كنت لسه صغير. كان مين المدير الفني لو تفتكر؟ بيتهيألي يا مانويل جوزيه، كابتن حسام البدري تقريبا يعني. فساعتها انا كنت شايف، انا كنت لسه صغير وكده، كنت مرمى مع الفريق الاول. لا كنت بلعب. بتكلمك يعني في يعني في تقريبا في 2012 2011 كده حاجه. جاله عقد كبير من السعوديه. انا فاكر الموقف ده والله، لان انا نفسي قلت لحسام عاشور ازاي ما تروحش وبتاع صغير بقى. فهو كان عايز يروح ودخل للجهاز الفني ودخل للاداره وقال لهم انا عايز امشي يعني وكده واروح السعوديه، وده يعني ده بالنسبه لي هتبقى حاجه فارقه في مستقبلي ان انا خلاص بقى اعمل مستقبلي وكده. فالنادي الاهلي ساعتها قال له لا احنا محتاجينك ومش هينفع تمشي الفتره دي، ما فيش غيرك وانت من الاعمده الاساسيه في نص الملعب وبتاع. فحسام عاشور ساعتها خد قرار ان هو مش هيمشي.
والنادي واخد قرار ان هو مش هيمشي عاشور، وهو راضي جدا بالقرار ولعب والموضوع مشي. انا ساعتها حتى استغربت، يعني انا ساعتها في الوقت ده قلت له انا لو مكانك لازم امشي احترف. يعني احتراف بره مصر وفي نفس الوقت هاخد هامن مستقبلي خلاص بقى، يعني متهيألي السنتين اللي كنت العبهم في السعوديه دول خلاص هرجع بقى. فساعتها حسام عاشور رفض وتمسك ان هو يكمل مع النادي وكده، ما كانش عنده مشكله. يعني في ناس ممكن لو قعد بعد كده يبقى متضرر ومتضايق، لا ما كانش عنده الحته دي وشال النادي بعد كده السنين كلها. كانت ظروف صعبه، خلي بالك الوقت ده تحديدا 2011 2012 كانت ظروف صعبه في مصر، كان بعد الثوره كمان، وكانت الدنيا صعبه، وكان في كل شويه يقول لك في كوره ما فيش كوره وعوده الجماهير، فالدنيا كانت صعبه طبعا. فده موقف كل واحد زي ما انت بتقول على تفكيره يعني، او حبه او انتمائه. الانتماءات دي طبعا بتتغير من شخص لاخر يعني. طبعا طبعا، وكل واحد حسب تفكيره زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام. يعني انا بالنسبه لي عاشور دوت يعني من الناس اللي فعلا يتعمل لها تمثال جوه النادي الاهلي. في اخلاقه وفي انتمائه للنادي وفي حبه للنادي وفنيا كمان، من طبعاً اعلى اللعيبه اللي جت في نص الملعب في تاريخ مصر فنيا. فلا تتمنى ان هو ياخد قرار بان هو يبطل في لا ما اقدرش بقى. بص يا كابتن انا الحته دي برافو عليك، برافو عليك، ان انا اتدخل في قراره، لان زي ما قلت لك هو الوحيد اللي بيتحمل مسؤوليه قراره. هو ممكن يكون شايف ان هو يامن مستقبله يلعب سنه او سنتين بره النادي الاهلي ماديا مثلا هيستفاد اكتر، ممكن يقول لك لا انا هستفاد في وجودي في النادي الاهلي ككارير بعد الكوره. فكل واحد هو الوحيد اللي يقدر يقول انا هبقى فين، هبقى فين. ولازم عاشور انا نصيحتي ليه ان هو يبص، ما يبصش تحت رجله السنه دي والسنه الجايه، لا يبص بعد سنتين ثلاثه، كده كده كلنا هنبطل. يعني ما فيش حد بيستمر في الكوره يعني كابتن ابو تريكه، كابتن وائل جمعه، كابتن اسلام، كابتن بركات، كل الناس بطلت. ايوه فهيجي وقت عليك هتبطل، فانت لازم تفكر انت بعد ما تبطل هيبقى موقفك ازاي. يعني انا اقول كابتن اسلام اقول لك حاجه، انا مشيت من الاهلي بقالي سنتين وبلعب في مصر المقص. فعلا والله العظيم انا بشوف حب جمهور الاهلي في 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 ليا في الشارع وفي اي مكان، بشوفه بطريقه غير طبيعيه. انا يعني بحس ان انا لسه في النادي الاهلي والله العظيم. وانا بقالي سنتين سايب النادي الاهلي، فبصراحه لا سنتين، والسنتين عملت فيهم ماتشات ضد النادي الاهلي طبعاً. يعني بسم الله ما شاء الله، دي حاجه ودي حاجه طبعا، لكن في النهايه لازم تشوف شغلك ولازم تبقى متالق مع الفريق اللي انت بتلعب طبعاً فيه. طبعاً. وبشوف كده يعني الناس تقول لك ايه احمد عادل يبقى متالق بس الاهلي يكسب. يعني هم حابين ان انا ابقى كويس وحابين ان انا متالق واعمل ماتشات جامده قدام النادي، ما عندهمش مشكله نعمل ماتشات جامده قدام النادي الاهلي. لكن طبعا حب النادي الاهلي حاجه ثانيه عندهم. طبعا. فدي حاجه بتفرحني لما بشوف حب النادي الاهلي وجمهوره فيا يعني. وانا الحقيقه دايما متابعك على الانستجرام وعلى التويتر وعلى الفيسبوك، دايما بلاقيك حتى بتيجي تغني على مع النادي الاهلي في المباريات النهائيه مثلا، لما النادي الاهلي بيوصل للمباريات النهائيه بتغني اغنيه النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي، والناس الحقيقه بتبقى متابعاك بدرجه كبيره جدا. بس خلي بالك انا ما بعملش الحاجه دي غير في البطولات القاريه. ايوه انا عشان يعني كده قلت. لان دلوقتي خلاص النادي الاهلي بيلعب باسم منتخب مصر. صح. وانا راجل بلعب في مصر المقاصه، فلازم يبقى برضو الواحد عنده الوعي ده. طبعا. فلا بحب، انا بشجع النادي الاهلي، انا راجل اهلاوي. مش هضحك على بعض، انا لما قعدت اول يوم مع سياده اللواء محمد عبد السلام في رئيس نادي مصر المقاصه قلت له انا جاي هنا عشان العب، انا عطشان لعب ونفسي العب وجعان لعب وكل حاجه. بس يوم ما النادي الاهلي يطلبني يا سياده اللواء خلاص الموضوع بالنسبه لي مش قرار، يعني ما تجيش تسالني فيه، ده قرار ده بالنسبه لي موضوع منتهي يعني خلاص حاجه حاجه ثانيه خلاص. فده حتى من اول يوم رحت فيه نص المقصه كنت متكلم مع سياده اللي هو رئيس النادي على الكلام دوت. بالنسبه لي النادي الاهلي حاجه ثانيه، فهم عارفين ان انا راجل اهلاوي مش هضحك عليهم. حتى لما يعني في اعلامي يعني وخبط فيا الفتره اللي فاتت كده عشان خاطر كان سؤال، كنت في برنامج مع عمر ربيع ياسين وبيسالني سؤال بيقول لي انت جالك عرض من الزمالك اول السنه وبتاع، قلت له جالي عرض وبتاع، والموضوع بالنسبه لي يعني الموضوع المفاوضات فشلت وكده لان انا ما كنتش يعني حابب، صعب عليا مش حابب طبعا، نادي الزمالك نادي محترم واي حد يتمنى يلعب في نادي الزمالك نادي كبير، لكن انا بالنسبه لي كان صعب القرار اخده، لا مستحيل يا صعب عليا تقيل، انا حسيت ان انا ضاع كل اللي انا عملته في حياتي. فصعب. فهو طلع هاجمني الاعلامي ده، فانا استغربت يعني، انا من نادي الزمالك انا بتكلم باحترام وبادب، فلقيته ما غلطتش في نادي الزمالك طبعا. لا طبعا نادي محترم وكل حاجه، لكن دي وجعه حصلت، نادي الزمالك كلمني اول السنه فدي حاجه حصلت، هو طلع بقى كدب وبتاع، مش مشكلته. لا ما فيش مشكله، ما هو ده بيحصل كتير جدا، ما هو يعني امور كثيره جدا بتحصل، ولكن دائما الحق بيفضل طبعًا موجود وبيفضل طبعًا واضح طبعًا. ما عنديش مشكله، وعلى فكره ما هي بتحصل من نجوم تانية تقول لك لا انا ما ينفعش اجي النادي الاهلي مثلا، مش حاجه عيب، مش هتعيب يعني ولا هتقلل من النادي الاهلي، احترام
بالظبط، ولا تقلل في اهلي ولا تقلل في زمالك، ده موضوع احتراف وعرض وطلب وكده. انت شايف زي ما قلت لحضرتك على حسام عاشور، انت شايف مستقبلك بعد ايه؟ انا شايف مستقبلي بعد سنتين ثلاثه فين، خلاص ده قراري. ودوت تفكيري. بما اننا بنتكلم عن التجديد ايضا شريف اكرامي ولجنه التخطيط ايضا وشكرها العميق لشريف اكرامي خلال هذه الفتره. بص شريف اكرامي انا بعتبره من، يعني انا هقول لك حاجه، انا عمري في حياتي يعني ما حبيت حارس مرمى بالطريقه زي ما بحب شريف اكرامي. وكان احنا قعدنا من اول سنه 2007 من 2008 من ساعه ما رجع من هولندا لحد ما مشيت 2017 منافسه، يعني انت بتتكلم في حوالي 10 سنين بتنافس حارس مرمى، وبقول لك ان هو اقرب حارس مرمى لي. تفكيره ذكي جدا جدا، من اذكى الناس انت ممكن تتعامل مع شريف. بيحب النادي الاهلي بطريقه مش طبيعيه، حارس مرمى كبير، فلا طبعا يستحق الشكر على الفتره اللي فاتت كلها. وانا شايف ان شريف اكرامي بعد كده هيبقى كادر من كوادر الاداريه في النادي الاهلي الكبيره. عارف يخرج من الباب الكبير طبعا شريف. طبعا. طيب خلال الفتره الاخيره برضو دايما بنشوف هجوم على بعض رموز النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وانا ما اعرفش ليه تحديدا الناس بتقول لك مثلا ايه الكلمه اللي عماله تتقال ان النادي الاهلي بياكل ولاده او ما بيقفش مع ولاده، هل انت شايف هذا الموضوع؟ بص احنا زي ما حضرتك قلت في الاخر احنا في عصر احتراف، وانت بتتكلم في ملايين بتدفع وملايين رايحه وملايين جايه، ففي الاخر كل واحد بيدور على مصلحته. فالنادي الاهلي لا، احترامي ليك، النادي الاهلي بيقف جنب كل الناس، لكن في الاخر رولز او في احنا تحت قواعد. كيان قواعد تحت كيان، لازم في الاخر دي مصلحه، فما ينفعش ان انت تاخد قرار لمصلحه شخصيه هتضر الكيان، ما ينفعش. ففي الاخر لا، النادي الاهلي طبعا بيقف جنب ولاده، والنادي الاهلي معلش يا كابتن اسلام حضرتك من يعتبر من ولاد النادي الاهلي، شغال في قناه النادي الاهلي، ناس كتير اسامه حسني، الناس شغاله شريف عبد الفضيل في قطاع الناشئين، معتزي، وكل دول مش ولاد النادي، مش كل الناس دي لعبت في النادي، فلا ازاي ما بيقفش جنب، ممكن ما بيقفش ايه وهو بلعيب، ما هو دي مصلحه فريق. فلا انا شايف ان لا بالعكس، كل الناس استفادت من النادي الاهلي، ولو انت ما استفدتش في اخر سنه فانت استفدت على مدار 15 سنه من النادي الاهلي. على مدار 10 سنين الفتره اللي انت بالظبط. انا واحد من الناس بقول لك انا تاريخي، فلوسي، شهرتي، النادي الاهلي كله هو اللي عملها، مع احترام لاي حد. لا، واي حد لعب في النادي الاهلي استفاد شهره واستفاد فلوس واستفاد كل حاجه. خطوه المقصه بالنسبه لك كانت خطوه جيده جدا. جدا، يعني بدات في الاول، والحقيقه شفناك بتتالق دائما مع مصر المقاصه، لكن جات لك اصابه اعتقد في الفتره الاخيره. اصابات 2020 داخله، يعني 2020 داخله صعبه قوي. والله يعني انا كل ما كنت ببتدي اخش في الفورمه كويسه وابتدي اتالق كان بيحصل لي حاجه، ابتدت الاول بمزق في رجلي في الاماميه، وبعد كده عملت عمليه في عيني، حد شاط كوره في وشي فعملت عمليه في عيني، وبعد كده رجعت من العمليه جالي مزق في السمانه، وبعد كده دخلنا بقى في احداث الكورونا، فالدنيا كلها الصراحه السنه دي عليا كبيسه بصراحه، صعبه شويه جدا، بس يا رب تنتهي بقى على خير يعني. يا رب. بتعمل ايه في الفتره دي بما اننا بنتكلم عن الكورونا يعني؟ لا الدنيا صعبه جدا، والنفسيه فعلا صعبه على كل الناس. انا طبعا ببقى قاعد في البيت على طول مع ابني ومراتي، يعني يعني الزيارات بتبقى قليله جدا لوالدتي او لحماتي، بتبقى يعني على قد أدي الحدود كمان، ومش كل يوم يعني. لكن وبس، وبحاول اتمرن في البيت على قد ما اقدر طبعا، يعني ما يعتبرش تمرين، لكن حاجه يعني بتمشي دمك شويه. بالظبط، لحد ما نشوف كده ربنا يعني سهل وترجع يا رب يعني. يا رب ان شاء الله. هكمل كلامي مع كابتن احمد عادل، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن كابتن احمد عادل. زي ما حضراتكم شفتوا تقرير مفصل الحقيقه عن احمد عادل عبد المنعم، وفتره طويله جدا قضاها في النادي الاهلي. انا اللي لفت نظري الحقيقه مباراه سايو سبورت اللي هي نهائي البطوله الكونفدراليه، والكره دي اعتقد انت اتمزقت فيها. كان في الدقيقه 70 75 70. بالظبط. لا ده كان ماتش كان ليه بقى طعم خاص، ده كان بقالنا فتره ما بناخدش البطوله افريقيا عامه، وكان دي الكونفدراليه اول مره تخش مصر في تاريخ مصر. بالظبط، ما فيش اي فرقه مصريه خدت الكونفدراليه، كنا احنا اول ناس النادي الاهلي. فكان بالنسبه لنا احنا حابين البطوله دي، وكانت ساعتها برضو الموسم ما كانش ماشي بشكل كويس مع مستر جاريدو، فكان دي بالنسبه لنا طوق نجاه، وكانت حاجه حلوه، وافريقيا والاستاد مقفول، استاد القاهره ده كان ما فيهوش رجل.
فكان اجواء لازم نكسب لازم فلحد الدقيقه 95 صفر صفر لازم نكسب 1-0 عشان ناخد البطوله جون عماد متعب بقى وليد سليمان اوفر وعماد متعب طبعا فلا الماتش ده من احلى ايه اللي حصل في الموقف ده تحديدا ما انا عايز المواقف دي تبقى واضحه طبعا للناس بص انا الموقف دوت انا في الدقيقه 70 تقريبا كنت حاسس قبليها اصلا من قبل الماتش بوجع في رجلي في الاماميه في العضله الاماميه ابرتين ولعبت بالظبط وبعدين مع الضغط العصبي وكذا كوره وبلعب وبجري وبسرعه لقيت حسيت مره واحده رجلي طرقعت مزق في الاماميه انا سمعت في الاماميه من فوق في المنشا بالظبط فوقعت في الارض فكان لسه تغيير وكان محمد فاروق هينزل اللعيب وكان واقف على الخط وخلاص هينزل محمد فاروق البيراميدز دلوقتي فكابتن طارق سليمان جالي عند الجون وقال لي اخر تغيير وكان بقى الجمهور فهو بيعلي صوت هتخرج ولا هتكمل فقلت له انا لو برجل واحده هكمل والله فعلا فعلا انا هصد بقى مش هلعب برجلي ولا هباصي واي ضربه مرمى حد يجي يشوط مش هخرج وما ضيعش التغيير يعني كان ده تفكيري كله فاروق ممكن ينزل يعمل الفرق قدام بس فاخدت القرار وقلت هتحمل مسؤوليته بقى يعني لا قدر الله دخل جون بقى هتحمل المسؤوليه يعني لازم حارس المرمى ده لازم يكون عنده شخصيه ولازم ياخد قرارات مهمه لان هو اصلا لعبه كله قرارات فده من كان ضمن القرارات المهمه في حياتي بقى مش في الكوره في حياتي كلها ان انا ما اخرجش واتحمل المسؤوليه وزي ما يحصل بقى واللي يحصل يحصل بقى بالزبط. المهم التغيير ينزل لو هو عايزه بالظبط هتفرق معاه وسبحان الله ربنا كرمنا يعني في الماتش ده في اخر دقيقه متعب الحقيقه ووليد سليمان عمل اوفر بيمينه كانت غريبه جدا بص كل الناس احنا كنا حوالي 14 لعيب في السكور او 15 ما فيش حد كان في ناس مصابه وناس مش موجوده فاهو جون ده يعني ده من احلى لحظات حياتي احساسك كان ايه احلى لحظات حياتي انا عيطت في الجون في الجون ده انا قعدت اعيط في الجون ده من كتر الفرحه وكتر مش مصدق نفسي فعلا انا كنت نفسي نكسب فسبحان الله يجيبها في اخر دقيقه وخلاص وكانت خلي بالك سيو سبورت في الماتش ده كان احسن مننا كان احسن من ماتش من النادي الاهلي وضيع فرص اخطر بكتير من النادي الاهلي بس ربنا ما رضاش يخلي كل الناس دي تمشي زعلانه اصل الكره تتلعب على يمين وليد سليمان ويرفع اوفر بالشكل ده ومتعب يطلع في اخر الدنيا كالعاده يعني متعب دايما بيعمل الحاجات دي بلس 90 بلس 90 ويجيب الجون ده حاجه جميله جدا طبعا طبعا عماد متعب لعيب كبير وقيمه كبيره ومن الناس اللي انا بعتز بصداقتها لحد الان يعني انا يعني ما بيعديش اسبوع الا لما بكلم كابتن عماد واستشيره واخد رايه وهو قيمه كبيره بصراحه بالمناسبه انا لسه مكلم عماد متعب امبارح برضو علشان في بعض يعني في بعض المواقع كده كده بعض الامور ولكن علاقتي بعماد متعب وعلاقتي بحسام غالي وعلاقتي وعلاقتهم بيا والحقيقه حاجه محترمه جدا 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 وهو كلام الناس عماله تقوله بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيحب يدخل دايما في مثل هذه العلاقات ولكن تمام يعني الامور كلها جيده جدا مع عماد متعب ومع حسام غالي وربنا يسهل هتشوفوا الايام اللي جايه حاجات كويسه جدا. طيب احمد برضو فتره انت لعبت ايه كام سنه في النادي الاهلي؟ انا طلعت اتصعدت من الناشئين الفريق الاول سنه 2005 وتأيدت اول مره في افريقيا في 2006 بعد البطوله بتاعه السوبر في اثيوبيا. كان ساعتها كابتن نادر وكابتن عصام الحضري وامير عبد الحميد وبعد ما رجعوا من البطوله نادر مشي كابتن نادر مشي وانا اتأيدت في القائمه الافريقيه وفضلت بس انت ما سافرتش السفريه دي معانا لا مع الاهلي ما سافرتش لا بس انا اتأيدت بعدها حتى انا فاكر ان انا خدت المكافاه بتاعه البطوله دي يعني انا فاكر المكافاه بتاعه السوبر دي انا خدتها وكانت دي اول مكافاه ليا مع النادي الاهلي مكافاه كبيره يعني في اثيوبيا بتاعه اثيوبيا خدت انا المكافاه دي لا استنى انا كنت مقيد في البطوله دي بس ما سافرتش سافر امير والحضري وكابتن نادر مشي قبل البطوله ما سافرش البطوله بالظبط لان انا لما رجعت اخدت المكافاه بتاعه البطوله ايوه دي حقيقه ومن ساعتها لحد ما مشيت من الاهلي كنت مقيد في افريقيا لحد ما مشيت يعني حتى انا فاكر لحظه ان انا اخد قرار ان انا عايز العب القرارات دي بتبقى صعبه يا احمد جدا بالذات لو انت متربي في النادي او بقالك سنين طويله في مكان يعني في النادي الاهلي بقالك انا يعني بقول لحضرتك كابتن من 2005 في الفريق الاول لحد ما خدت القرار سنه 2018 شهر 1 2018 انت بتتكلم في حوالي 13 سنه في الفريق الاول بس ده غير الناشئين فان انت تاخد قرار ان انت تروح مكان تاني وانت مش عارف انت هتروح المكان ده هتعمل ايه وهتتعامل ازاي هتتاقلم ولا لا انت عايش طول عمرك في حته هتروح يعني صعب ان انت تروح مكان تاني
غير اللعيبه اللي هي بتتنطط من نادي لنادي لنادي، فهم متعودين. انا بالنسبه لي لا، كان ده اول نادي العبه بعد النادي الاهلي. فكان قرار صعب جدا. حتى انا فاكر ان انا لما دخلت للكابتن حسام كان الجهاز كله قاعد. احكي لنا الفتره دي برضو، يعني اصل القرارات دي انا عارف انها تبقى صعبه خصوصا جدا مع حد بقاله اكتر من 20 سنه الحقيقه في النادي الاهلي و بعيد عن كره القدم. كنت انت عايش بلعب وكنت بلعب الفتره دي مع كابتن حسام، يعني كان الشناوي اتصاب وانا لعبت ماتش طنطا وماتش سموحه، فانا كنت رقم 2 وموجود، والكابتن حسام كان عايزني. لدرجه ان انا لما رحت قلت له يا كابتن حسام انا جالي عرض من مصر المقاصه وانا حابب ان انا كنت ساعتها كمان ده اخر 6 شهور ليا فيحقني ان انا امضي فري. بس طبعا انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. فروحت اتكلمت مع كابتن حسام قلت له انا حابب امشي وانا ما رضيتش امضي على العقود الا لما اجي واتكلم مع حضرتك واقول لكم قراري. فهو قال لي لا ساعتها ما رضاش. كابتن حسام قال لك ما ينفعش. قال لي لا وازاي وبتاع وانت هتجدد زيك زي اللعيبه الكبيره وهتاخد ارقام كويسه. قلت له بص يا كابتن الموضوع مش موضوع فلوس، انا حابب العب. انا نفسيا انا قلت طول ما انا حاسس ان المكان محتاجني انا موجود، لكن انا حسيت خلاص المكان مش محتاجني ومفيش افاده ليا. فخلاص فانا حابب ان انا اخد خطوه ان انا العب واستفاد وولادي يقولوا انا لعبت يشوفوني وانا بلعب. فقال لي يعني ده قرارك؟ قلت له ده قرار. قال لي بس انا مش موافق على القرار دوت وبتاع، بس انا يعني انت اديت للنادي الاهلي كتير فانا لازم اساعدك في اي قرار انت هتاخده. صراحه يعني كان رده يعني محترم جدا كابتن حسام. والكابتن طارق سليمان بعد ما طلعت من الاوضه زعل مني، قال لي الطبيعي تاخد قرار زي دوت لازم تيجي تتكلم معايا انا اول واحد وانا اقول لك ونتكلم مع بعض ونشاور بعض. فهو قلت له انا لو كنت شاورتك في القرار كنت الموضوع هيبقى صعب عليا. انا خدت القرار لوحدي لان انا اصلا وانا باخده لوحدي كان صعب. يعني ان انا اخد قرار ان انا امشي النادي الاهلي ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، مش حاجه سهله كده ابيع النادي كده، لا مش لا صعب. فبصراحه كلهم كان يعني رد فعلهم محترم جدا وقدروا تاريخي مع النادي واللي انا عملته مع النادي وساعدوني ان انا اكون مرتاح نفسيا يعني في القرار. لعبت مع اجيال مختلفه يا احمد، يعني لعبت مع جيل ابو تريكه وبركات وجمعه وبقيه اللاعبين المحترمين الحقيقه اللي موجودين في هذا الجيل، وبعد كده لعبت مع جيل اخر بعدها، يعني دي كانت في النهايات تقريبا مجموعه اللاعبين اللي انا بتكلم عنهم دول. ايه الفرق ما بين الاجيال من وجهه نظرك يعني؟ بص انا اتعلمت في فرق من ان انا العب وخلاص، وفي فرق من ان انا بلعب وبتعلم. انا كنت بلعب وبتعلم مع الجيل بتاع كابتن ابو تريكه والجمعه ومع حفظ الالقاب وكابتن بركات وكابتن اسلام وشادي واحمد وكابتن عماد متعب وكل الناس اللي موجوده. لا انا اتعلمت منهم كتير. اتعلمت منهم الاحترام وانكار الذات في الملعب وبره الملعب. اتعلمت منهم ازاي ابقى كابتن وازاي ابقى قائد لما اكبر وازاي الم الناس حواليا والناس. لا يعني بصراحه كنت كل لحظه جوه النادي الاهلي مع الجيل ده كنت انا بتعلم حاجه. ودي حقيقه فعلا، ومن الناس اللي فرقت معايا جدا في حياتي كابتن حسام غالي والناس اللي موجوده فرقوا جدا في حياتي. جدا. وعلى المستوى الشخصي كمان بره الكوره انا حسيت ان انا اتغيرت كتير عن لما طلعت من الناشئين وابتديت اتفرج وابتديت اتعلم وابتديت اشوف. انت من صغير بالظبط، انا طالع وانا 18 سنه 17 سنه، فابتديت ابص هما بيعملوا ايه. وانا كان عندي استعداد ان انا اتعلم منهم. وبصراحه كان اي حد اصلا سلوكيا هيبقى يعني مش منضبط او حاجه كان هيخرج بره المجموعه دي. المجموعه دي كانت قافله على نفسها قوي وكانت يعني قمه الاحترام وقمه الحب لبعض، عشان كده حققوا بطولات في المنتخب وفي النادي كتير. ايه الفرق برضو ما بين الاجيال؟ يعني لازم الناس تبقى فاهمه ان هناك اجيال. انا بص انا الوضع اختلف أنا تماما. انا بالظبط انا عندي برضو مشكله ان انا دايما لازم بيبقى في كل جيل ضطب، يعني دي سنه الحياه ان في اجيال بتتغير طبعا، فبيبقى لازم في كابتنين او ثلاثه موجودين في الفرقه بيعلموا الناس الثانيه الصغيره اللي طالعه. ما بيبقاش الموضوع ان انا مره واحده بتلاقي الكباتن مشيت ومره واحده جيل جديد جه، يعني تدريجي. مراحل التدريجيه جوه النادي الاهلي دي احلى او اللي بيميز النادي الاهلي، ان في ناس بتبقى كبار في السن بيعلموا الناس الصغيره وبيسلم اجيال بتسلم اجيال، فكله بيتعلم من كله جوه النادي. لكن طبعا الجيل ده عشان قعد فتره، الجيل بتاع كابتن ابو تريكه وائل جمعه قعد فتره كبيره مع بعض، سنين طويله. يعني انت حضرتك بتتكلم حتى لو من منتخبات صغيرين كمان بالظبط، من 2006 لحد 2004. من 2004 لحد 2012 2013 لما ابتدوا يعتزلوا، انت بتتكلم على يعني 10 سنين او 9 سنين الجيل ده مع بعض. اللي بيخش معاه بيخش بيبقى صغير بيندمج مع المجموعة. لا خد بالك المجموعه دي برضو قبل كده كمان كلها كانت مع منتخب مصر، سواء ناشئين او طبعاً او شباب او منتخب اولمبي، فكلهم مع بعض. بالظبط.
فلا الجيل ده بصراحه مش هيتعوض بصراحه، من الاجيال الجميله اللي جت في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر. طبعا دلوقتي الوضع اختلف، السوشيال ميديا بقى ليها دور، كل حاجه بقى ليها دور دلوقتي، وكل كلمه انت بتقولها بيبقى ليها دور، ودور مهم كمان. طبعا دلوقتي السوشيال ميديا يعني اقوى بكتير من قبل كده، والناس واللعيبه على السوشيال ميديا بقت منتشره اكتر، والجمهور بيخش وبيتكلم وبينتقد، فبشوف ان في بعض من اللعيبه بتتاثر شويه بالسوشيال ميديا الفتره دي. انت بتتاثر؟ لا انا مش متاثر، لان انا يعني انا برضو واخد يعني حته كده ان هو اصلا الجمهور الحمد لله بيحبني، وانا واخد حته ما انا مش بحاول ان انا اعمل حاجه لا تلفت الانتباه وخلاص. في ناس بتعمل كده ان انا اعمل اي كلام واي هري عشان خاطر انت تطلع في مناسبات حلوه و... بالظبط. كانت في قعده بينك وبين عمرو جمال قريب كانت جميله جدا ولطيفه جدا. بالظبط بالظبط. فلا انا الحمد لله علاقتي بكل، ولسه كان ليا معايا قعده مع محمود جنش حارس مرمى الزمالك. طبعا طبعا. من اللعيبه الجميله برضو، شخصيه جميله ومجنون شويه مطرع بس لا جميل يعني يتحب وابن حلال يعني بصراحه. فانا الحمد لله علاقتي بكل اللعيبه اهلي زمالك كل الناس الحمد لله جميله، الحمد لله ما عنديش مشاكل يعني مع حد او كده. بتنصح اللاعبين ان هم يقروا السوشيال ميديا ولا يبعد؟ اصل خلي بالك في مدرستين، في مدرسه تقول لك لا اقرا وشوف ويعني بس تبقى عارف، وفي ناس تقول لك لا ابعد تماما عن الموضوع ده. حضرتك بتتكلم على لعيبه اهلي وزمالك ولا بتتكلم في العموم؟ خلي بالك في الاكثر يعني اهلي وزمالك. اهلي وزمالك يعني او اهلي وزمالك طبعا، ولكن اهلي وزمالك هو الاكثر. طبيعه لعبك في الاهلي والزمالك لازم ان انت تكون ما بتتاثرش. ما بتتاثرش طبعا، لان انت لو بتتاثر مش هتكمل، هتلعب لك سنه اخرك وبعد كده شكرا. بالظبط. لكن ان انت عشان تلعب في اهلي وزمالك لازم ما تكون متاثرش، فطبيعي ان انت هتقرا وتقرا الانتقادات وتاخد الكويس منها وترمي ورا ظهرك الوحش، وده الطبيعي اللي بغرض. الوحش اللي بغرض، الوحش اللي بغرض. اصل في ممكن يكون انتقاد بس قاسي شويه يعني. لا ده لازم تتقبله ولازم تعرف ولازم تطور من نفسك ولازم تفهم انت واقف فين. لكن اللي باغراض دي، ودي بقت منتشره شويه الفتره. أيوة دي بصراحه. ايوه ما انا عشان كده بسالك. لا ما انا في كلامي قلت لك ايه، في حد طلع انتقدني بطريقه يعني غريبه اللي غرض شخصي ان انا ابقى اسمي بدافع عن مكان معين او او ان انا اعمل شو عشان اظهر. دي مدرسه جديده خلي بالك، يعني احنا عارفين مين اللي اخترعها، ولكن هي مدرسه جديده دلوقتي ان انت ايه امسك النادي الاهلي اطلع اخبط في النادي الاهلي علشان الناس كلها تبص عليا وتشوفني وابقى انا بعيد ترند. الناس كلها تجري عليا عشان تشوفني ترند. وابقى ترند، وبعد كده لما اجي اطلع في البرامج اطلع البرامج يعني بمبلغ معين، انت فاهم؟ ما هي دي خلي بالك مدرسه. هيقع هيقع اللي زي طبعا وقت وخلاص. وقتي حاجه وقتي كده والناس بتزهق وخلاص. لكن اللي بيبقى عنده مبدا دوت دايما بيستمر، دايما الناس بتحب تشوفه. اللي ثابت على مبداه ده هو ده اهم حاجه، وده بقى قليل في مجتمعنا شويه. مظبوط، لانه الامور دلوقتي بتاخد اتجاهات اخرى زي ما انت قلت. انت بتبقى عارف لما بتيجي تبص كده على التعليقات اللي عندك مثلا، خليني اكلمك عليك انت عشان ما حدش يزعل. التعليقات اللي عندك بتبقى عارف ان في توجيهات معينه من ناحيه معينه بتقول اشتموا في احمد عادل مثلا، يعني اما كنت بتلعب في الاهلي يعني. طبعا. طبعا تبقى واضحه في التعليقات. باينه باينه. بص التعليقات بتبان، الا بقى الغبي اللي مش عايز يشوف. دي قصه تانية، لكن انت بتفهم ليك عقل بتقدر تميز بين اللي ليه غرض واللي ملوش غرض واللي والكويس والواحد، كل واحد بيقدر يميز يا كابتن. خلاص يعني انا زي ما قلت لك، الا بقى لو واحد هو مغمي عينه مش عايز يشوف، دي قصه تانية بقى. الفترة اللي جاية فترة صعبة، الكرة واقفة، انت بتقولي بتتمرن ولكن هو تمرين يعني. انا لا تعليق بقى في الحتة دي يعني. انا شايف الفترة صعبة جدا ولازم كل الناس تتكاتف في مجال الكورة. وبيعجبني بعض الأندية كابتن اسلام اللي هي واقفة جنب لعبتها، لان انت عارف ان لعيب الكورة ده كابتن، في بعض الأندية لعيب ارزقي يعني، لو بطل كوره مش هيشتغل حاجه تاني. في الفتره اللي هو اللي بيلعب فيها كوره دي بتبقى هو شغلته كلها كوره. فانا عجبني بصراحه بعض الانديه وقفت جنب لعبتها وبتطلع لها فلوسها في وقت مظبوط، وواقفين وعارفين ان الدنيا صعبه. فانا بصراحه بحترم جدا الانديه دي يعني، لازم كل الناس تتكاتف وكل الناس تقف ويعرف ان الدنيا صعبه. بس الفتره اللي جايه برضو كيفيه التعامل في مثل هذه الفترة، هل انت ان شاء الله طبعا دي غمة وتزول ان شاء الله يعني، هل الله. انت شايف ان لما الكرة ترجع هيبقى الدنيا محتاجة وقت طويل عشان نرجع نشوف الشكل اللي كنا بنشوفه قبل؟ متهيالي متهيالي يحتاج وقت طويل يعني. حتى الناس اللي بتفكر الدوري ممكن يرجع او كده، اللعيب دلوقتي قاعد بقاله اكتر من شهر في البيت عشان خاطر يرجع تاني يبتدي يعمل تاهيل وفتره اعداد، مش يعني مش قبل شهر 7 او 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 كده. فالموضوع صعب ان الكره السنه دي ترجع، ولو رجعت السنه الجايه
طبعا هيبقى فيه انت زي بالظبط ايام الثوره كده لما رجعت الكره بقت رجعت من دون جمهور واللعيبه بعيده عن الفورمه والناس مالهاش نفس تتفرج فلا هتاثر طبعا الفتره دي هتاثر بشكل لا بس الناس مالهاش نفس تتفرج دي انا ما شفتهاش الحقيقه يعني ما لسه ما بعدتش قوي كره القدم دايما هي المتنفس للجمهور او لاي مواطن مصري او غير مصري حتى ما هي فعلا وهي الفتره دي صعبه الواحد بيقعد في البيت مش لاقي حاجه يعملها بصراحه ولا تتفرج ولا حاجه تتفرج عليها والله انا لسه كنت قاعد مع حمايه اول امبارح وبيقول لي تعال انا قناه بين سبورت مش عارف ايه في ماتش في قلت له ماتش قديم قلت له ماتش ايه مفيش كوره قال لي لا ما ده ماتش قديم فهو من كتر ما الناس نفسها تتفرج فعلا بتجيب الماتشات القديمه تتفرج عليها فلا فعلا حضرتك عندك حق لو عندك وانت قاعد في البيت كده وبتفكر لو في من المباريات القديمه اللي انت عايز تتفرج عليها انت كاحمد عادل هتتفرج على اي ماتش ليك في النادي الاهلي ليا ولا عامه لا ليك انت انا في ماتشين ماتش ليا وماتش عامه الماتش اللي ليا الكونفدراليه اللي هو سيسو اللي كنا بنتكلم عنه سبورت ده اتفرج عليه 100 مره ما بزهقش ومن الاجواء وماتش الصفاقس 2006 جون كابتن ابو تريكه في الدقيقه الاخيره طبعا ده برده ما زهقش كان عندك كام سنه ساعتها يا احمد كان عندي 18 19 تقريبا كنت في المنتخب الاولمبي وكنت بتفرج على الماتش في ايوه احكي لنا الوضع يعني انا كنت فاكر ان انا كان المنتخب الاولمبي كان ماسكنا مستر فنجاده وكلنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش المنتخب كله بالجهاز بنتفرج على الماتش وفرحه هيستريه من كل اللعيبه بكل انتماءاتها يعني انا بكلمك بامانه والله انا فاكر اليوم دوت بكل انتماءاتها بكل اسماء الانديه كل اللعيبه بقت بتتنطط من الجون بتاع ابو تريكه فده ليه ذكرى بالنسبه لي انا ما زهقش منه مهما اتفرج عليه انا واحد انا زيك كده برضو الماتش ده لو ايه اللي حصل برضو الواحد بيقعد يتفرج عليه بيفتكر فيه ايام جميله جدا عاصرت كثير من المدافعين من المدافع اللي انت تحس ان هو واقف قدامك كده تبقى انت مبسوط او انت مش مبسوط انت مبسوط مع كله طبعا لكن بتحس بالامان اكتر اتنين انا كنت لسه بتكلم في الموضوع ده من اسبوع كده اتنين انا كل الناس طبعا ليها بكن لها كل احترام وكلها لعيبه مادام لعب على مستوى النادي الاهلي ده فاكيد هو لعيب مميز يعني بس اتنين انا بحب العب معاهم كابتن وائل جمعه واحمد حجازي واحمد حجازي اللي هو الاتنين في المدافعين السردباكات يعني فمن اكتر اتنين طبعا احب العب معاهم وائل جمعه واحمد حجازي اتنين طبعا من المدافعين الكبار جدا لكن طيب حراس المرمى مدربين حراس المرمى بقى سؤال صعب ده قوي لان كل الناس اتعلمت منها بصراحه فانت بتتكلم برضو في اسماء تقيله يعني كابتن احمد ناجي كابتن طارق سليمان كابتن خالد عبد الله في مصر المقاصه كابتن مصطفى كمال لا اسماء تقيله كابتن ابراهيم رياض مرنت معاه في النادي الاهلي ناشئين لا في الفريق الاول مسك ماتش واحد الزمالك كابتن ابراهيم عبد العزيز في الناشئين لا انت عملت مع انا مش عايز انسى حد كابتن ايهاب جلال مدرب حراس المرمى لا في انا لا اتمرنت مع ناس تقيله فانت تقول لحد كده بعينه لا بس ممكن اقول لك الصداقه مستمره مع مين اقول لك مع مين يعني مستمره لحد دلوقتي مع الكابتن طارق سليمان والكابتن خالد عبد الله اللي هم مش ماسكني دلوقتي كابتن مصطفى كمال طبعا ماسكني حاليا انا بتكلم عن الناس اللي هي خلاص ما فيش ما بيمرنيش واحنا اصدقاء جدا كابتن طارق سليمان يكاد يكون كل 3 4 ايام بنتكلم والكابتن خالد عبد الله اصدقاء كابتن طارق سليمان اهم ما يميز كابتن طارق سليمان شخصيته شخصية جميلة جدا 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 بيعرف يتعامل مع الحارس المرمى بتاعه بشكل قوي جدا وبعدين ما بيتأثرش انا اتمرنت مع مدربين حراس مرمى بيتأثروا على فكرة من الانتقادات ويبين لك ان انا مش متأثر وبتاع لا ما لا كان بيبقى واضح عليه حتى قوي انا كحارس ببقى نازل انا شايف بيعرق في ناس كانت بتعرق والله العظيم كابتن طارق سليمان لا ما بيتأثرش خالص خالص وفي عز الأزمات الناس كلها بتهاجم شريف اكرامي غلط الكره جاي يمسكها وقع على ايه طالع يقول لك كان من نجوم المباراه وهو احسن ويطلع دافع عنه حتى انا كنت بتكلم معاه في الفتره القريبه دي في الموضوع دوت بيقول لك انا لو ما وقفتش جنب الحارس بتاعي بيبقى انا ما استحقش امرنه لان هو مش هيصدقني بعد كده في حاجه لما اجي اتكلم معاه فلازم وقت لما هو مش محتاجني هو كويس حارس المرمى ما بيحتاجش المدرب بتاعه هو كويس خلي بالك بيحتاج المدرب بتاعه لما يقع لما الجون يقع اقرب واحد بيبقى هو المدرب بتاعه بيبقى هو مرايته بيبقى محتاجه قوي ومحتاج يتكلم معاه ومحتاج يديله ثقه ومحتاج يقف جنبه فدي ميزه بتميز كابتن طارق طبعا كابتن احمد ناجي لا ده طبعا يعني من 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 عظماء مدربين حراس المرمى اللي جت في تاريخ مصر طبعا وقيمه كبيره جدا ومن الناس اللي الواحد اتعلم منهم وهو اول واحد طلعني في الفريق الاول في النادي الاهلي طبعا وكان بيمرني في الناشئين
ولما طلع الفريق الاول هو اول واحد صعدني في الفريق الاول. وقعدت طبعا معاه سنين. لا طبعا قيمه كبيره جدا ومن الشخصيات الجميله الكابتن احمد نجم. اتمرنت مع حراس كتير الحضري، اتمرنت معاه طبعا وشريف وامير عبد الحميد ومحمد شناوي ومحمد واحمد شناوي في المنتخب. مين اكتر واحد استفدت منه؟ شريف اكرام. شريف اكرام اشمعنى؟ كنا بنتكلم على طول وكنا اصحاب وقعدنا 10 سنين مع بعض في النادي الاهلي يوميا بشوفه. واوقات كنت باخد رايه في حاجات كتير ولحد الان والله، حتى وانا في مصر المقاصه بكلمه باخد رايه في حاجات كتير. صراحه عمره ما بخل عليا باي نصيحه خالص يعني. انا بشوفه اخ يعني عزيز عليا جدا 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 يعني. شريف اكرام على الرغم من المنافسه اللي كانت موجوده جدا في عز المنافسه، والله كان اول واحد بيشجعني وكان اول واحد بيقف في ظهري. لا شريف اكرامي اصلا شخصيه جميله وعنده يعني عنده ثبات نفسي كده، مش اللي هو مش منافس يعني ولا لا لا خالص، وعنده بيعرف يفكر وبيعرف يوزن الامور وبيعرف المنافسه جوه الملعب ازاي وبره الملعب احنا اصحاب. لا يعني شخصيه جميله. ابو تريكه في حياه احمد عادل كان دوره ايه؟ كابتن ابو تريكه ده من انظف واطيب البني ادمين اللي اتعاملت معاه في حياتي. ولحد الان حتى لما عملت عمليه في عيني في شهر 2 اللي فات كان كلمني على التليفون واطمن عليا وبعت لي رساله ويعني متواصل معاه لحد الان يعني. لا جميل جدا واستفدت منه، وقف جنبي في مواقف كتير جدا 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 يعني. لا من الناس اللي انا بدين لها بالفضل في شخصيتي كابتن محمد ابو تريكه. ابو تريكه بركات برضو. بس انت برضو عشرت مجموعه. بقول لك انا محظوظ جمعه ان انا لعبت شادي أنا ايوه طبعا. انا محظوظ ان انا اتعاملت مع 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 الجيل ده والله العظيم. مش فعلا انا يعني خلاص هم كلهم بطلوا كوره. لكن فعلا كل واحد فيهم ليه ميزه زي ما حضرتك قلت. شادي محمد، كابتن بركات، سيد معوض، ابو تريكه، وائل جمعه، متعب، حسام غالي. حسام غالي لحد الان بصراحه عمره ما اتاخر عليا في حاجه، واوقات كنت بحتاجه لحد الان بصراحه من ارجل الناس اللي ممكن تتعامل معاها ويقف جنبك وفي ظهرك ويخدمك لا يعني راجل بمعنى الكلمه. هو كابتن فريق وبيحب النادي الاهلي. لا جدا. لا 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 جدا. الجيل ده كله بيحب النادي الاهلي بطريقه بشعه يعني. كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي كل الناس بتموت في النادي الاهلي، بالذات حسام غالي يعني من ولاد النادي من وهم يعني صغير يعني. من وهو صغير طبعا. ابو بركات تحديدا بقى دايما انت عارف بركات الناس بتحب تسمع بيعمل ايه، بيجري ازاي، بيهزر ازاي، عمل معاك ايه قبل كده؟ كم موقف يعني؟ موقف كتير. اصل بركات ده موقف كان مع في مره بنلعب المصري في بورسعيد. انا الموقف ده انا افتكرته دلوقتي، انا عمري ما افتكرته غير دلوقتي. فكنت الماتش ده اتعادلنا 1-1 وانا اللي خنقت الجون يعني انا اللي كنت غلطان في الجون. وبعدين دخل ومتعادلين 1-1 وكلنا زعلانين بقى، كنا كسبانين يعني وزعلانين. وبعدين دخل الاوضه قاعد جنبي، وما كانش قاعد جنبي في اوضه اللبس، كان قاعد في حته تانية. اول ما دخل قعد عليك قاعد جنبي، قاعد جنبك يعني. وبعدين يعمل كده ويضحك، هو مداري وشه ويضحك اللي هو يعني بيضحك عليا وانا متضايق مش عارف اعمل ايه، وقاعد يضحك ويغزني ويسخني. كنت واخد شنطتي وقايم من جنبه وقلت سيبني يا كابتن في حاله، انا فيها اللي مكفيني كنت صغير. لا هو دمه خفيف جدا كابتن. لا طبعا بيعملها على سبيل الهزار يعني، عايز يطلعك من اللي انت فيه، مش عايز يزودها يعني. لا هو دمه خفيف جدا 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 يعني. جمعه بقى وحركاته الشهيره يعني الحركه المعروفه يرفع ايده او يخش فيها جون يجي يطبطب عليا. لا جميل كابتن وائل جمعه جميل. طبعا هذا الجيل من اللاعبين كان له دور كبير جدا. ايضا وليد سليمان، احنا ما اتكلمناش عن وليد سليمان وتجديده للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره برضو. اعتقد ان جمهور الاهلي لا ينسى يعني كابتن وليد. طبعا وليد سليمان لاعب كبير، وطبعا ببارك له على تجديد النادي الاهلي، هو اضافه للنادي، وطبعا النادي الاهلي اداله كتير الفتره اللي فاتت، وده امر طبيعي يعني. النادي الاهلي طبعا بيقدر الناس وبيقدر ولاده، فانا ببارك له طبعا على وجوده في النادي الاهلي، وان شاء الله يكون اضافه كمان الفتره الجايه، لان النادي الاهلي محتاج كباتن، محتاج ناس كبيره تقود اللعيبه الصغيره وتعلمهم زي ما حضرتك قلت حضرتك في اول الحلقه. لازم الناس تتعلم، الصغيره يتعلم من الكبير، والكابتن وليد سليمان طبعا من الناس اللي عشرت اجيال، وطبعا هو شخصيه جميله كابتن وليد. تفتكر ان الوضع هيبقى ازاي بقى خلال الفتره اللي جايه في كره القدم بشكل عام؟
ما زي ما قلت لحضرتك هيبقى الوضع صعب ولازم كل الناس تتكاتف وكله بقى يعني الانتماءات يعني يرميها ورا ظهره شويه ويركز بقى. صعب يعني صعبه بس لا صعب. بس لازم كله يفكر في 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 مستقبل الكره المصريه، لان بقول لك احنا داخلين على فتره صعبه، لو كله ما تكاتفش الكره مش هترجع بسهوله، هيبقى الموضوع صعب في ظل الظروف اللي احنا انت فيروس كورونا ما حدش عارف علاجه ايه، ما حدش عارف هيروح امتى، ما حدش عارف حاجه. فلازم كل الناس تتكاتف وكل الناس تعمل اللي عليها. انا شايف ان كانت في الفتره الاخيره الكوره ماشيه بشكل كويس وفي تقدم، يعني اخر حاجه كان الفار دخل مصر وابتدينا ان يبقى فيه الكوره وتبقى بشكل جميل وابتدت الجمهور تخش واحده واحده، فمش عايزين نخسر كل الكلام دوت. فلازم كل الناس تتكاتف وبلاش الناس بقى اللي بتدي من تحت لتحت واللي بقى ليها اغراض شخصيه دي لحد ما نعدي الفتره دي يا اخي، وبعد كده نرجع مره ثانيه. اخيرا يا احمد عايز اسالك عن ايه رايك في تالق محمد الشناوي خلال هذه الفتره، او من وجهه نظرك هل شايف الشناوي ماشي بشكل جيد ولا لا؟ محمد الشناوي محمد طبعا من اكتر الفترات اللي هو متالق فيها وفي ثبات في المستوى، ممكن حارس يتالق وبعد كده يقع، فدي الميزه اللي موجوده في محمد الشناوي دلوقتي ان هو مستمر في التالق ودي حاجه صعبه. فانا شايف ان هو اشتغل على نفسه الفتره اللي فاتت كويس جدا، ما بقاش بيفكر كتير مين قال ايه ومين عمل ايه، ومركز في شغله بس، ودي زي ما قلت لحضرتك ده لعيب النادي الاهلي لازم دايما الانتقادات ما تاثرش عليه بالسلب، بالعكس تدي له حافز، وده اللي اشتغل عليه محمد الشناوي وما شاء الله تالق. وان شاء الله الفتره اللي هي اللي بعدنا فيها عن الكوره الشهر دوت او الشهر ونص ما ياثرش عليه بالسلب الفتره دي. برافو عليك، لسه كنت هسالك ما في حراسه المرمى تحديدا، هل الموضوع ان انت تبقى بعيد بقالك شهر وشويه؟ طبعا لا طبعا بتفرق جدا، بالذات لو انت كنت في فورم عاليه جدا ومستوى ثابت عالي وبعد كده مره واحده تقعد ما فيش تمرين خالص، فعشان ترجع محتاج وقت كبير ومحتاج ماتشات. يعني انا متوقع ان في اخطاء هتبتدي تبان الفتره الجايه لما الدوري يرجع مع بعض اللعيبه، وده طبيعته لان هو خرج من الفورمه، فعشان يخش بقى تاني ويجيب فورمته الماتشات تاني دي بتحتاج وقت شويه. بتحتاج وقت. اخيرا يا احمد لو عايز توجه رساله لجمهور النادي الاهلي وانت جوه بيتك وانت جوه قناه النادي الاهلي. لا انا بقول للجمهور النادي الاهلي يقف جنب لعيبته جنب ناديه وجنب الاداره، لان زي ما تعودنا ان قوه النادي الاهلي في جمهوره، فانا بتمنى ان الناس كلها زي ما انتم معودينا دايما تقفوا في ظهر النادي، وقفوا في ظهر النادي وظهر الاداره وظهر اللعيبه، لان دوت سلاحكم. فانا بتمنى ان كل الناس تقف ورا النادي الاهلي الكيان اللي كل الناس بتحبه. يا رب. انا بشكرك جدا يا احمد الحقيقه، وسعدت جدا بوجودك معانا النهارده، ما عرفتش اسلم عليك طبعا وهنقعد فتره عشان الكورونا، لكن في النهايه دايما متالق ودايما الحقيقه حتى في طريقه كلامك وفي اسلوبك حاجه جميله جدا. انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده ودايما في بيتك متألق. انا مبسوط والله، يعني لما كلمتوني ان انا اجي هنا في قناه الاهلي انا ما ترددتش يعني خالص، بالعكس ده بيتي، وانا اتمنى ان انا اكون موجود معاكم في اي وقت، وانا مبسوط على المستوى الشخصي ان انا طبعا مع حضرتك يا كابتن اسلام، لان انت عارف انت بالنسبه لك حبيبي. بالنسبه لي القريب لقلبي يعني. ربنا يخليك يا ابو احمد، ربنا يوفقك والدنيا تمشي كويس ان شاء الله، ونرجع نشوفك بتتالق مره اخرى كلنا بقى الفتره الجايه ان شاء رب الله يا رب. شكرا جزيلا يا كابتن احمد على وجودك معانا. شكرا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد عادل عبد المنعم. زي ما حضراتكم بتشوفوا امثله هامه جدا 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 وكلام مهم جدا قاله كابتن احمد عادل فيما يخص امور كثيره جدا كانت بتحدث وما زالت بتحدث وستظل تحدث في الايام القادمه داخل النادي الاهلي، لان ده المبدا اللي احنا دايما بنمشي عليه. اسيب حضراتكم دلوقتي في فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، هنتكلم في امور خاصه بالتجديد داخل النادي الاهلي، تجديد اللاعبين الكبار داخل النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك يا كابتن فتحي؟ ازيك يا استاذ حضرتك؟ كله تمام؟ تمام. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ كابتن اسلام شرف ومنور. الله يخليك. هذا النجم الكبير كابتن محمد حشيش بشرف ومنور. ازيك يا اسلام؟ الله يخليك. كابتن فتحي، يعني خليني ابدا مع حضراتكم الاول، هناك او لجنه التخطيط خلال الفتره الاخيره في كان لها المفروض اربع قرارات مع اربع لاعبين. نبدأ
وليد سليمان والتجديد لمدة سنتين مع وليد سليمان، ثم حسام عاشور والعرض اللي حضراتكم عارفينه وكل الناس عارفاه، ثم شريف إكرامي وتمني التوفيق وشكر شريف إكرامي على الفترة السابقة ووجوده في أحد الأندية خلال الفترة القادمة إن دي آخر موسم ليه يعني، ثم أخيرا أو مؤخرا كابتن أحمد فتحي والتوفيق أو تمنت لجنة التخطيط التوفيق لكابتن أحمد في خطوته القادمة. إيه رأي حضرتك في القرارات أو في الأربع قرارات؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وخليكم في البيت لكل الناس اللي بيشاهدونا، ولأن كورونا كابتن إسلام يعني مش عاوزين ننساه. ونرجع للكلام أو للسؤال اللي حضرتك تفضلت بيه. إحنا في عصر احتراف. أيوة. عصر احتراف في ناس اللي هم يعرفوا الاحتراف الحقيقي، فهتبقى دي قرارات أو إجراءات ما هي إلا روتينية. في ناس لسه اللي هم القدام الأجيال القديمة اللي بتقول الانتماء والولاء للفانيلا، وفي ناس لا هي لها للولاء ولا انتماء للفانيلا ولا عصر الاحتراف عصر المادة. دولت كل واحد بيفكر بطريقه، وكل واحد له طريق، كل واحد له مخه، وكل واحد صاحب قرار. في احتراف في كرة القدم المصرية، احتراف اللاعبين موجود، بس يعني عشان هي حاجة غريبة، حتة حسام عاشور احنا اتكلمنا، حتة وليد سليمان وقع لانه يعني العقد شريعة المتعاقدين، شاف ان هو هذا المكان له انتمائه له ووفائه له، اللي هو الجزء اللي هو بيقول لك ايه الانتماء، فما فكرش في الحياة المالية او ما فكرش في لغة العصر، فكر بلغة الولاء والانتماء والفانيلا الحمراء. ده كان وليد سليمان. حسام عاشور ينطبق اللي بينطبق عليه. هنيجي لشريف إكرامي. شريف إكرامي ما نقدرش نقول ان هو مش ابن من ابناء الاهلي، ومش هو لاعب محترف، بس لاعب محترف مش موضوع المادة اللي هي فرقت بينه وبين النادي الاهلي، لكن اللي فرق بينه وبين النادي الاهلي حب اللاعب للعب، اللي هو عايز يلعب. انا بلعب كرة القدم، بتمنى العب في النادي الاهلي، فاذا لو موفق في النادي الاهلي ان انا العب، فانا عايز استمر في اللعب، مش ان انا هروح النادي التاني لانه هيدفع لي اكتر من النادي الاهلي، وبالتالي انا رايح النادي التاني على اساس انا عايز العب كوره. يبقى الكوره هي المقياس هنا في حكمه ان هو ترك النادي الاهلي. ايوه. كشريف إكرامي. ونيجي لاخر او المربع الضلع الرابع اللي هو كابتن احمد فتحي. احمد فتحي، كابتن احمد فتحي لاعب مثل النادي الاهلي، لاعب منتخب مصر، عمل بطولات لمصر، بطولات للنادي الاهلي، شاف قراره، خد الجزء بقى اللي حته الانتماء والولاء دي هو ممكن مش من مدرستها، ومن مدرسه ان انا ما هو قادم ان انا اعيش بلغه العصر، الاحتراف الحقيقي اللي هو حاجه عاديه، ان بيني وبينك انا بكذا لا اسوي كذا، اروح لحته تانية، فتعامل بها بلغه الماده ولم يتعامل بها بالمقاييس اللي احنا قلنا عليها للثلاث نجوم اللي قبل احمد فتحي. تمام. كابتن شريف برضو عايز اعرف رايك فيما حدث مع في التجديد الرباعي الكبير في النادي الاهلي. يعني الحياه الطبيعيه كله بموقفه طبعا. الحياه الطبيعيه بتاعت اللاعب عموما يعني بيبقى لها مراحل. مراحل هل هو من يعني طبيعته كان من النادي الاهلي نفسه او اي نادي هو تابع ليه، اتدرب في الناشئين من الاول خالص، في معايشه كانت لهذا الكيان، بعد كده بيتطرق انه بيبقى في الفريق الاول، بعد كده بيصاحبه انجازاته، بيصاحبه امكانياته اللي وصلته انه بقى لعيب معروف ومشهور وبيعتمد عليه في وسط الفريق بتاعه، وبيدي بقى سلسله نجاحات، عكس لعيب بيبقى جاي من نادي جاي على النادي تاني او بيطلع على نادي تالت، دي رحلته ان هو بينطلب
لمده معينه لشكل معين، هو بقى بجدارته بشكله باسلوبه بلعبه بيقدر يثبت ان هو احقيته في المكان دي استمرت 10 12 8 5 6. وعندنا امثله كبيره قوي في الحياه بتدخلنا في هذا النفق، يعني النفق ده انا النهارده اللي بيقرر اخش الكيان ده باي شكل. اما بخش انا بطلع كتير قوي، يعني انا هنتهي بقى عند حته الكيان فتحي في الاخر. انا لما بطلع مع الكيان ده خالص والمنتخبات بتبص لي والعالم كله بيبص لي وانا ببقى في مكانه تانية، عشان كده كل الناس بتجري عشان تبقى موجوده جوه الكيان. الكيان ده هو اللي هيفضل، الكيان ده هو اللي موجود وبيفضل بيدي. حتى انا لما ببطل كوره كان هو برده لسه بيعطي، الكيان هو اللي بيديك. انت لما تصاحب خروجك من التاريخ بتاعك او من الكارير بتاعك وانت خارج من النادي الاهلي غير لما تبقى خارج من اي نادي تاني. الحقيقه يعني معروفه، ما كناش احنا نبقى قاعدين معاك النهارده هنا وبنتكلم واحنا ابيض واسود، يعني يعتبر يعني مش من اللعيبه الفريش اللي هي لسه خارجه دلوقتي مصاحبين الميديا ومصاحبين الاحتراف ومصاحبين حاجه. انما احنا كان عندنا اساسيات معينه في حياتنا، احنا عارفين الكيان شكله ايه. فانت لما بتخرج من هذا الكيان بماتش اعتزالك بتقدير بحفلات بكيان بتحس انك موجود لسه يا سليم، بنحس ان كلنا لسه موجودين. انا لما بروح لحد دلوقتي لغايه الملعب واخش اعمل جلسه على رجلي مثلا لو متعور وانا بلعب فرقه الشمس بيعالجوني النادي الاهلي، بيستقبلوني النادي الاهلي، بخش الاوضه اللي انا كنت بخشها وانا صغير برجع بتاريخ 15 سنه في بالي لا يساوي بقى اي شيء. الحاله الماديه بقى اللي احنا بنتكلم عنها او احساس اللاعب في هذا السن كان 35 سنه او 34 او 36 سنه ما اعرفش بالظبط كام بالنسبه لاحمد فتحي، هو بقى عنده في قراره نفسه شيء يديك المعادله دي. انا عايز الشق اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده، ولا عايز اختم حياتي بشكل سنتين انا عايز العبهم براحتي بقى، افكر فيهم براحتي، اشتغل على راحتي، وهيحس بالحكايه دي بعد ما يخلص السنتين دول. الماده بقى اللي حصلت 10 5 50 30 مش دي اللي انا هحسبها له بقى، او هو هيحسب، هو هيحس بيها بعد الموضوع ده ما يخلص. انت وانت خارج كنت من عندي بحاجات قريبه زي الشكل ده، هو اللي قرر الحكايه دي زيها زي حسام عاشور. حسام عاشور عايز يلعب يا اسلام لسه، دي حاجه بتاعته هو اللي يقرر دلوقتي انا اقدر ادي في الملعب. شو قلنا قبل كده يتساعد على انه يشوف له حته بره مصر يقضي فيها احساسه كويس ان هو بيقدر يبقى تيمبو في الملعب في اي منطقه تانية في اي ناس تانية، وعرض وطلب، لان احنا دلوقتي في مساله عرض وطلب على كل الدنيا كلها. تجديد لجنه الكوره المسؤوله عن اي نادي في مصر وخاصه النادي الاهلي انها بتشوف اللاعب ده سنه، اللاعب ده سنتين، دي خبرات قاعده بتتكلم في كل اللي قلنا عليه، التاريخ كله بتاعك، الشكل، الاحتياجات، شكل التيم دلوقتي، ايه الاحتياجات اللي انا محتاجها؟ عندك مدير فني جاي ليه رغبه وليه فكر وليه شكل، وانت معتمد على هذا الشكل الناجح اللي هو بيواجبه كمان في نفس الوقت وبتثق فيه وبتديله كافه الحريه. كل العوامل دي بترتبط مع بعض وفي الاخر بتصب عند اللاعب اللي بياخد قراره. فزي ما النادي الاهلي طلع قرار وقال كل التوفيق لاحمد فتحي وكلام ده، هو ده النادي الاهلي، فكل التوفيق لاحمد فتحي. كابتن حشيش، بص، هو يعني القرارات المختلفه دي لو هنشوفها بالنسبه للاربع لعيبه، يعني شريف اكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان واحمد فتحي، في اثنين منهم ولاد النادي واثنين مش ولاد النادي جايين من بره. انما كل واحد فيهم سواء ابن النادي او اللي بره كلهم حالات مختلفه وكلهم تفكير مختلف، كل واحد بيبص الموضوع من وجهه نظره الشخصيه. في واحد بيبص للموضوع زي ما بنقول كده بيبص تحت رجله، وفي واحد بيبص النظرة ابعد على المدى الطويل. شريف اكرامي حسم الموضوع من فتره وكان واضح وصريح وله اسبابه ان الراجل بقاله فتره ما لعبش عايز يلعب وعايز قادر ان هو يكمل، وده في حراسه المرمى مركزه يتيح لي ان هو يقعد فتره اطول، والراجل ما لعبش يعني قعد مش مجرد مثلا ما قعد على الدكه طلب ان هو يمشي، لا الراجل قعد فترات كبيره بدون اي مشاكل ومقبول يعني ومقبول وخد القرار وراح يكمل والناس كلها عارفه الكلام ده ومقبول. لو هنشوف حسام عاشور لسه
متردد ما بين ان هو عايز يكمل او عايز يعني يقعد في النادي الاهلي. برضه هو لسه حاسس ان هو قادر يلعب، ما بيبص يعني، انا شايف ان هو ما بيبصش للناحيه الماديه زي حته برضه اللعب، هو عايز يكمل. اعتقد ان حسام يعني توقعاتي ليه ان هو ابن من ابناء النادي وقعد اطول فتره موجوده في النادي الاهلي، انتمائه للنادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي، ممكن يفكر ان هو يستمر في النادي الاهلي بالاوفر طبعا اللي خده. وليد سليمان طبعا واضح وصريح مواقفه قبل كده مع النادي الاهلي في التجديد كانت واضحه وصريحه، بيجدد من قبل العقد ما ينتهي. عمرنا ما سمعنا ان وليد طلب كذا ولا كذا ولا كذا. اما بيبوس الفانيلا في الماتشات فعلا بيبقى بيعنيها، ده احساسي، ده وجهه نظر شخصيه بالنسبه لوليد. وفي اكتر من اختبار واكتر من تجديد بان قوي ان هو ما بيطلبش اي حاجه، الراجل من قبل العقد بيجدد. فهو وليد حابب النادي الاهلي، عايز ينهي حياته في النادي الاهلي، عارف قيمه اللعيب اللي بينهي حياته في النادي الاهلي فيما بعد، بيستمر في النادي الاهلي، عايز يلازم النادي الاهلي سواء موجود في الملعب او بيشتغل في النادي الاهلي او حتى على مستوى ان هو عضو في النادي. احمد فتحي يعني انا شايف ان التجديدات بتاعته خلال الفترات اللي فاتت كانت برضو فيها مشاكل وفيها قلق، يعني كان دايما قبل التجديد العقد بتاعه بنسمع ان هو برضو فيه شويه قلق كده لغايه مثلا ما يجدد او يطلع بره. اكتر لعيب فيهم ساب النادي الاهلي وخرج خد فرص بره سواء في الكويت او سلطنه عمان او 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 زي ما بقول لك، هي بترجع برضو لتفكير الشخص، سواء زي ما كابتن فتحي تفكير مادي ولا تفكير انتماء. لو هتسال الاجيال القديمه بتاعتنا ما نتكلمش على موضوع الماده خالص، احنا طبعا انتماء وكلنا لنا مواقف كبيره ومعروفه في تاريخ النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ممكن كان يمشينا من الباب اللي على النيل نخش من الباب اللي عند المعرض زي ما احنا بنقول يعني. احمد فتحي ممكن له حسابات تانية، شايف ان هو الاوفر اللي عنده ده كبير يعوضه حاجات تانية، ممكن في تفكيره ان هو مش من النوع اللي هو بيبص ان هو يستمر في النادي الاهلي بعد الاعتزال، ان هو يبقى ماسك حاجه في النادي الاهلي ويستمر صلته بالنادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي، هو اختار كده. احنا عايزين نقول لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طول عمر النادي الاهلي يا جماعه ما بيقفش على حد ايا كان اسمه. البقاء في النادي الاهلي او اللعب للنادي الاهلي شرف كبير لاي حد، واحنا دايما المقوله بتاعتنا زمان يا شريف يا كابتن فتحي اللي يقول لك اللي ما لعبش في النادي الاهلي ده يعني ما لعبش كوره. فانا عايز اقول ان كل واحد سيبه، كل واحد لتفكيره، كل واحد هو اللي بيفكر وبيتحمل نتيجه طبعا قراراته، ودي كوره. وهنتكلم في العصر بقى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، مش العصر القديم ده، عصر احتراف. تمام كابتن فتحي، والسؤال لحضراتكم برضو، هيفرق معاك هو رايح فين؟ لا لا ما يفرقش، هو يعني خلاص طالما كابتن اسلام خلي بال حضرتك، انا عارف الرد طبعا منكم وعارف الرد في كل حاجه، ولكن انا في النهايه بعمل ايه؟ انا من حق الجمهور يعرف تفكير النادي الاهلي. هو يعني في حياه كابتن احمد فتحي هو نظام، هو كان فين في الاول؟ كان في الاسماعيلي. ليه ساعه يروح النادي الاهلي؟ مع احترامي لجماهير الاسماعيليه ونادي الاسماعيلي وكده، ارجع للكلمه اللي بيقولها كابتن حشيش، ان اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره. فهو حب يروح للنادي، كان هدف الاولاني له هو يلعب كوره، فلعب في الاسماعيليه. وبعدين الهدف الثاني له يبقى مشهور ويعمل اسم ويبقى كبير ويوصل منتخب ويعمل نتائج ايجابيه له تتحط في تاريخه، فاختار النادي الاهلي، المنظومه الكبيره اللي هي بتكبر اي حد يمشي جنبه مش يخش جوه النادي او مش يلعب فيه. يعني اللي بيمشي جنب النادي الاهلي بيكبر، وده انا مشيت جنب النادي الاهلي، ده صرت في النادي الاهلي. فهو المرحله الثانيه من حياته راح النادي الاهلي، النادي الاهلي لم يقصر معاه، في نفس الوقت هو ما قصرش كمان مع النادي الاهلي، كان من ضمن منظومه مجموعه اللعيبه الكبار اللي هم قدروا يجيبوا نتائج ويعملوا بطولات ويعملوا حاجه كبيره للنادي الاهلي على المستوى الافريقي
او على مستوى كاس عالم للانديه او على مستوى الانديه هنا بطولات الدوري وبطولات الكاس، اذا عمل شغل يبقى دي مرحله تانية. جات له مرحله بقى التشبع، مش التشبع من المال، التشبع من انا خلاص البطولات عملتها والكره لعبتها في الاسماعيلي والبطولات جيت عملتها في النادي الاهلي وعملت ان انا سافرت ولعبت منتخب ولعبت، فبدا التفكير ما هو بعد كده. هل تفكيري ان انا هيفضل ارتباطي بهذا المكان لان انا ما تربيتش في هذا المكان، زي ما قلنا ان هو مش سبب ان هو ما ترباش، بس في عصر الاحتراف انا بقول لك ان هو ما بداش، هو دخل في مرحله عايز منها ايه المرحله دي، ان هو ينضج ويكبر ويتقدم ويزدهر ويبقى لعيب كبير ويوصل للمنتخب، كل ده حققه ويحقق بطولات مع النادي الاهلي، كل ده حققه. يبقى اذا الهدف الثالث له، المرحله الثالثه في حياته، ان في هذا فكر في الناحيه الماديه بعصر الاحتراف اللي احنا بنقول فيه، ان مين يدفع؟ مش النادي الاهلي او النادي الثاني. يروح فين مش مهم بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص مرحلته انتهت مع النادي الاهلي، هو يروح فين؟ يروح اي نادي حقه، لان ده الكره هتبدا تلعب ولها بدايه وفي النهايه لها نهايه، وكل بدايه لها نهايه. في ارشيفات، في ارشيف للميديا في الرياضه. يعني لما تيجي تكتب كده محمود الخطيب لاعب النادي الاهلي هيروح جايب لك ايه؟ مباراه كذا ومباراه كذا ومباراه كذا ومباراه. طب تعالى بقى نتكلم على فرقه الطيران، السرجاني حارس مرمى الطيران، تعالى ندور على الارشيف. ها اني ارشيف وشعب فين؟ انما كيان النادي الاهلي والانديه الكبيره دي، ريال مدريد، برشلونه، النادي الاهلي، شوف بقى اتلتيكو مدريد ما يخشش معانا في المنظومه دي اللي هو فيها ايه، كوكي وطلع كل ده، جابوا جريزمان ما حدش خد باله منه الا لما راح برشلونه. المرحله يعني الانديه الكبيره يا كابتن فتحي اللي انا عايز اقوله بس، هتواكبك في حياتك كلها، في كل لحظه هتتوثق هتعيش بيها، لعبتها وهتعيش بيها. تسألني بقى، هي دي تسألني بقى على ماديات الماده، تسألني على اي حاجه، ده الميراث. الماديات الماديات يعني لا تنتهي، الماديات التي لا تنضب، الشيك اللي مقبول الدفع مدى الحياه حب هو ان انا الجماهير دي كلها مرتبطه بيا، ده شيك مقبول الدفع مدى الحياه، ومقبول الدفع مش مدى الحياه، من اي حته، من كل محبي النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الاهلي، ده شيك مقبول الدفع، مش ان هو ايه عندك رصيد ولا ما عندكش. فاذا المرحله بتاعته دي ان هو حب ان انا بعد كده لا عايز ابقى مدرب ولا عايز ابقى اداري، اذا مش هرتبط بالنادي الاهلي، اذا انا عايز الحته الماديه بس قصادها هفقد حته جماهير النادي الاهلي. من حقه هو فكر ان انا بحسبها ازاي، لانه له اسره وله عائله وكده، لكن تقول هل النادي الاهلي اتاثر؟ النادي الاهلي دوب يا كابتن اسلام الملعب ده اللي هو طوله 106 متر وعرضه 65 متر، بقاله دلوقتي من 1000 يعني من 1904 الاتحاد الدولي قبل النادي الاهلي، داس 1907 عليه كم لاعب كان فيه وكم لاعب لعب وكم لاعب بطل، بطل بمزاجه في النادي الاهلي او بطل باصابه في النادي الاهلي او بطل لان هو ما التزمش سلوكيا وهو في النادي الاهلي، وبطل لانه انتقل في حته تانية لان افكاره واهدافه له حاجات تانية لا تنتمي لهذا الكيان، فكل واحد هيحسبها، بس دي ما بتبانش الا زي ما بيقول الكابتن الشريف اما بتنتهي الحياه، ومش تنتهي الحياه للعمر، يعني العمر غير الحياه، تنتهي حياته الكرويه في ان انا انتهي واصبح عندي الماده. في ناس عندهم الماده دلوقتي، لكن ليه بيسعوا؟ في رجال اعمال كتير بيسعوا انهم يقدموا دعم وبيعملوا كده، في ناس بتحب الشهره، انا معايا فلوس بس ما عنديش شهره فعايز اعمل اي حاجه عشان اتشهر، فالناس بتدور على الشهره. عايز اكمل لك حاجه صغيره اسلام، بنقعد دلوقتي في البيت، ها خليك في البيت للكورونا، فانت عندك التلفزيون اللي هو الاندرويد دلوقتي، تفتح تلاقي لك ايه يوتيوب، قاعد انا والعيله، اروح كاتب على يوتيوب شريف عبد المنعم، الاقي بقى شريف عبد المنعم ده لاعب النادي الاهلي، خدت بالك؟ لا كتبت لاعب اسيوط ولا لاعب لاعب النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي ده، بص تلاقي بقى ايه
ماتشات وابقى قاعد ايه منتهى الفخر بقى وانا بشوف كوره وبتنطط عليهم بقى في البيت وقاعدين ايه بقى ها دي لا تقدر بثمن ولا اعرف ادفع لها ولا اعرف ادفع. في ناس بتدفع ملايين طبعا عشان تاخد لحظه زي دي برده ما يوصلهاش. فاذا هي اذا يعني تكمله بقى للكلام اذا هي حته الانسان بيحسبها ازاي. لكن في عصر الاحتراف هو خد القرار اللي هو بالمرحله الثالثه اللي قلناها. انا قسمت حياته لثلاث مراحل. مرحله بدا بدايه الاسماعيلي لانه هو بيحب كره القدم، ثم مرحله ان انا عايز اعمل المجد والعظمه و و و وان انا العب في نادي كبير يعمل لي اسم واعمل في منتخب مصر، ثم المرحله الاخيره من حياته اللي هي نتمنى له التوفيق فيها انه هيلعب. تقول لي بقى النادي الاهلي اتاثر؟ لن يتاثر، مش بيه هو، بغيره. طب فين الاجيال اللي قبل كده؟ فين الاجيال اللي قدموا الكاسات والدروع؟ انا قلت بتقول 41 بطوله، مين اللي عمل 41 بطوله؟ هذا الجيل الموجود؟ لا لا، لا. اجيال مختلفه على مر الوقت. ايوه طب اذا ان احنا كل سنه اللي في اجيال. طب فين الجيل بتاعك؟ طب فين الجيل بتاع كابتن؟ فين الجيل بتاع كابتن حشيش؟ فين الاجيال دي؟ ما الاجيال دي عملت بطولات كمان. طب البطولات دي طب ما هي بطلت. لا فين النادي إيه؟ قاعدين في الكيان اهو. ما انت قاعد في الكيان لان انت اتربيت في الكيان. ده برضو رد يعني. لا معلش، انا قاعد في الكيان اهو. انت قاعد لانك اتربيت فيه. حشيش اتربى فيه، يعني انتوا الاثنين كنتوا انتوا 15 سنه 16 سنه والنبي يا كابتن مش عارف تيجي تعمل لي بقى الحاجات دي. انت دلوقتي قاعد على بتاع بص يا كابتن فتحي لو تطرق للموضوع. ايوه كان النبي يا كابتن مش عارف. بص انا بالذات لا. ايوه طيب انك تعلم تمام ان انا وانت كده من وانا عندي 13 سنه بس. فكنت بقول لك نلعب ازاي ونحط خطه. معلش يا كابتن بس خلي بال حضرتك انا مع حضراتكم طبعا في كل هذا الكلام، ولكن هناك امثله واضحه لامور كثيره جدا تخص هذا الامر تحديدا. ان في لعيبه ممكن تكون لعبت سنه او سنتين جوه النادي ولكن مواقفها واسلوبها وطريقتها مشهوده. ده اللي انا عايزه. مشهوده وفي نفس الوقت. لا اكملها بس نقطه مهمه طبعًا جدا طبعا. وفي نفس الوقت هناك لاعبين كانوا كباتن النادي الاهلي، كباتن النادي الاهلي ولعبوا سنين طويله في النادي الاهلي، ولكن جمهور النادي الاهلي دلوقتي بيعتبرهم ده اللي عايز اقوله لك. انت ونفسك بقى صح يا اسلام، عندك صح. فانا سبت حضراتكم تتكلموا براحتكم. هقول لك عندي نقطه عايز اقولها. في امثله من هذا بهذا الشكل، حاجات دي كتير جدا. وائل جمعه، وائل جمعه جاي من نادي المحله خلاص، لعب وقت طويل وكل حاجه، ولكن هو من خارج النادي الاهلي ولعب وقت طويل جدا خلاص. ولا اعرف القصه دي ولا اتخيلها. تخيل تخيل إيه؟ باخلاقه بقى وباسلوبه. الله ينور عليك. لعبه ابو تريك نفس الكلام. انا هتكلم على الاقل على الاقل دي نسيت. على الاقل معلش معلش على الاقل انا هتكلم في الناس اللي انا يعني انا واثق جيلك حضرتك. جيلي جيلك اللي انت اكيد حضرتك في الجيل بتاعك كان فيه كده اكيد. الكابتن حشيش نفس الكلام. فانا اقصد ايه؟ لا هو جمهور النادي الاهلي لا ينسى اي شيء. حتى لو كنت بتلعب جوه النادي الاهلي 30 50 100 سنه او بتلعب سنتين او ثلاثه. ده اللي انا عايز اقوله. ده اللي كنت عايز اقوله يا كابتن فتحي. بس نقطه صغيره. طب بس عشان قبل ما اتفضل اتفضل. بص يا كابتن حشيش، يا كابتن اسلام، مش ليك انت مجامله. لولا انت لعبت في النادي الاهلي وقدمت وعملت بطولات في النادي الاهلي وانتمائك للنادي الاهلي وحبك للنادي الاهلي وعشقك للنادي الاهلي وللفانيلا الحمراء، رغم ان انت جات لك فتره ما انتش في النادي الاهلي، لكن اصلا في روتس، في جذور انت زرعتها في قلوب لجماهير النادي الاهلي. فانت دلوقتي اصبحت المكان اللي انت فيه ده مش اي حد هيقعد فيه. هيقعد فيه ابن من ابناء النادي الاهلي. مش معنى ان هو جه قعد خمس ست سنين عشرة يعني احنا بنقول ان هو ده مش ابن النادي الاهلي. لا، انت ماذا قدمت للنادي الاهلي في فتره وجودك؟ ولاء وانتماء ووفاء وبطولات وعظم. وبعد فتره الوجود ده الاهم يا كابتن، خلي بال حضرتك. فبعد كده انت عملت الكلام ده، هل لا زالت علاقتك قويه بجمهور النادي الاهلي؟ هل لا زالت علاقتك قويه بادارات وفرق النادي الاهلي على مدار الاجيال؟ اصبحت جزء انت من هذا النسيج. انت مش جزء من الجسد، انت من الجسد نفسه دلوقتي. فاذا كنت رحت وجيت، لكن انت ابن زي احنا لما بروح. طب انا سافرت بره قعدت مثلا 10 12 سنه مع الاتحاد الدولي، هل بقى ما بقتش انا في النادي الاهلي؟
انا رحت بره المكان. لا طبعا، لكن احنا بنتكلم بشكل عام. هو بالمناسبه لا، بالنسبه لك انت اللي بقولها لك. لا مش بالنسبه لي انا، انا بتكلم بشكل عام. انا قاصد ما ينفعش اتكلم بالنسبه لي انا على فكره. انا اللي بتكلم. لا ده انا في حد. لا يا كابتن معلش، حد معلش انا مش بجاملك. لا والله يا كابتن معلش، يا خلينا ننتقل لحاجه بعد اذنك. بعد اذنك بعد اذنك انا بعد اذنك انت في النادي الاهلي مسؤول النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، مسؤولين هذه القناه، لو لم يعلموا ان هذا الشخص جدير بهذه المكانة وجدير بهذا المكان وعنده القدرة في القيادة قبل كده ولا وانتمائه لهذا المكان، ما كانش هيقعد معانا هنا. تمام. لأنه هو قاعد مش لا ولا بالواسطة ولا تعرف ايه المشكلة في ايه يا كابتن؟ أنا بس بقولها لك. بس تعرف ايه المشكلة في ايه؟ المشكلة في ايه؟ هو الكرسي ده اللي انا قاعد عليه ده. لا هو الكرسي ده هو المشكلة. بعدين بقى هنبقى كابتن حشيش على حاجة ثانية واحدة. كلنا عايزين نقعد على الكرسي ده. طبعا طبعا. بس ما نبقاش بقى عايزين نقعد على الكرسي ده والكرسي ده. طب ما نركز في الكرسي. طب عايزين نقعد بس كابتن حشيش. انا عايز اقول، انا اسف يا كابتن. لا يا كابتن، لا يا كابتن، لا. عايز اقول ان يعني حياه لعيبه الكوره او لعيب الكوره او تاريخه في الملاعب لا يتوقف على اداء وانه يحافظ على نفسه وبطولات، ومهم قوي مهم قوي اختياره في انه هينهي مسيرته ازاي. اختياره من وجهه نظره هو، مش طبعًا من وجهه نظر حد تاني. لا طبعا. يعني انا اقصد ان الاختيار مهم قوي بالنسبه للعيب في ان هو ينهي حياته. طبعا. دي يعني اولا زي ما انت قلت كلمه مهمه جدا اللي كنت عايز اقولها، جمهور النادي الاهلي ما بينساش. طبعا. يعني مهما كنت مشارك مع بقيه اللعيبه في بطولات كتيره جدا جدا سواء محليه او افريقيه، مواقفك مع النادي الاهلي هي اللي بتعني الجمهور اكتر، لان هي اللي بيحسوا منها اذا كنت انت فعلا بتنتمي للنادي وبتحب النادي الاهلي، ولما بتبوس التيشيرت ده بتبوسه عن حق ولا مجرد بس فتره وخلاص. فانك انت تختار انك تنهي حياتك بطريقه معينه دي بتفرق معاك بعد كده بكتير. زي ما انت قلت اجيال كتيره ولعيبه كتيره جدا جدا لعبت النادي الاهلي وجابت بطولات وكانت لعيبه كويسه، انما لا تعني لجمهور النادي الاهلي في التاريخ حاجه خالص، ناسياها. وفي لعيبه يمكن لعبت موسم او اثنين او ثلاثه انما مواقفها مع النادي الاهلي لسه محفوره في قلب الجمهور، لان الجمهور بيسلم بعضه زي ما اللعيبه بتسلم بعضها اجيال. برضو الجمهور نفس القصه، الوالد بيقول لابنه فلان الفلاني ده كان له مواقفه مع النادي زمان كذا كذا كذا، فالمواقف ما بتتنسيش. عشان كده الاختيار مهم جدا جدا، ممكن يا ينهي على تاريخك يا اما يزود تاريخك ويخليك، بل بالعكس يضيف الختام الحياه في حته معينه، وخصوصا النادي الاهلي بيضيف لك حاجات كتير احنا بنشوف. بس انا في النقطه دي تحديدا يا كابتن، موضوع التاريخ، التاريخ لا ينسى، التاريخ تمام. لا ينسى المواقف، المواقف ولا الـ ولا الـ ولا البطولات اللي انت عملتها. تمام. عمر ما يعني مهما حصل، انا ما بتكلمش على التاريخ، بتكلم على الجمهور. لا انا والجمهور مش هينسى البطولات اللي انت عملتها. تمام. ولكن مش هينسى برضو الموقف في التجديد. انا اي حد، انا مسؤول عن نفسي. بالظبط. انا مسؤول عن نفسي في تصرفاتي، ازاي اطلع جوه الجيم واخرج من بره الجيم اللي هو حياتي كلها كرويه، مسؤول عن نفسي ان ازاي انتوا تستقبلوني بعد كده، ازاي اقدر اخش النادي الاهلي طبعا. وكل الناس فخوره انها بتتفرج عليا وانا داخل، او كل الناس بيقولوا رمز من الرموز داخل اهو، الناس كلها تقعد تتفرج معاك وتتصور معاك ويبقوا فرحانين ان انت دايما في كل مره بتخش فيها النادي. على فكره طبعا احنا بنقابل الحاجات دي وبنشوفها على نجوم معينين جنبنا، وبنبقى فرحانين بنفسنا وفرحانين بالنجوم الاخرين، لان تصرفك عندي لعيبه كتير قوي خرجت من النادي الاهلي ها ورجعت تاني، او خرجت وما رجعتش وبطلت ها، وما زال الجمهور وما زال النادي الاهلي بيحتضنها. صحيح. لان هو المسؤول عن تصرفاته، هو المسؤول عن اهلويته، هو المسؤول عن انتمائه، فانا برضو مسؤول عن تصرفاتي. يعني ما ينفعش انا اخرج عن الموضوع خدت بالك بشكل غير لائق وارجع اقول لك ايه هو كده لا تقبلوني كده. مفيش حد بيقبل. وبعدين ما هو فيش بني ادم بياخد كل حاجه، لا ياخد لا حب الجمهور طبعا. عايز حب الجمهور، وعايز لما يبطل الناس تفتكره، وعايز يشتغل جوه النادي الاهلي، وعايز يروح حته تاني عشان ياخد فلوس كذا. ما ينفعش. هي معادله، انت عندك دماغك بقى وتفكيرك ومستوى الثقافه بتاعتك وطباعك الشخصيه بتميل لايه اكتر، هي دي اللي اللي بتحركك. لان في موقف تاني مع نفس يعني نفس الشخص
وشخص تاني ونفس الموقف برضه والعروض دي، لا بيختاروا بيقرر ما بيفكرش كتير، لان هي عنده مبادئه واحاسيسه وانتمائه بيحسم الموضوع على طول. بس عايز اقول لك حاجه يا حشيش، احمد فتحي انا لا اعيبه في اي حاجه الحقيقه، هو اللي مسؤول عن هذا القرار انه يشوف حياته في السنتين اللي جايه. خلاص ده قراره هو، احنا الراجل ما عملش اي حاجه غير قال انا شايف يا جماعه ان انا عايز العب سنتين في حته تانية. النادي الاهلي قال له ايه؟ كل التوفيق طبعا، وكل واحنا بنقول لك كل التوفيق، احنا مش عشان حاجه بس احنا عايزين كنا نحسس وننبه وننوه على خبرات لينا احنا بالذات، لو احنا كنا خرجنا وعملنا وتا بيبقى رد الفعل شكله عامل ازاي، الريسيفنج عامل ازاي، وضعنا دلوقتي احنا كلنا بعيدا عن الماديات، انا لا اعرف هو هيمضي فين ولا بيمضي بكام، هو المبدا نفسه هو وما شايف، تفرقش هو رايح فين، هو شايف او غيره شايف ان هو عايز ينهي حياته بالاسلوب اللي هو يختاره، ده شيء لا يعيبه ابدا. هو بقى حته الجماهير، حته علاقته بينا احنا، حته علاقته مستمره زي ما هي في الحدود اللي هو اختاره، يعني مفيش اكتر من كده. تمام كابتن فتحي، خلينا بقى ننتقل الى موضوع اخر، كورونا الغول الذي يهدد الرياضة في العالم كله، ولكن هناك اتجاهات خلال هذه الفترة لتخفيض بعض أجور اللاعبين، هل ممكن ده يحصل في مصر؟ يعني حصل في بعض الدول، برشلونة 70% من قيمة عقود اللاعبين، اللاعبين وافقوا على أن هي تحصل يعني. كان زمان يقولوا يا كابتن إسلام أن العالم قرية صغيرة نظري، أما أصبحت كورونا دي جت أصبح أن ده تطبيق حقيقي. أيوة. يعني الحقيقة على أرض الواقع مش نظري، ده تطبيق فعلا قرية صغيرة، أصبحنا كلنا واحد. تفتح التلفزيون تلاقي نيويورك الشوارع فاضية، تلاقي برلين في ألمانيا الشوارع فاضية، تلاقي مدريد في أسبانيا الشوارع فاضية، تلاقي باريس في فرنسا الشوارع فاضية، بتلاقي روما في إيطاليا الشوارع فاضية، بتلاقي القاهرة الشوارع فاضية، تلاقي طنطا الشوارع فاضية، خلاص العالم كله الشوارع فاضية في نفس التوقيت، لأن حاجة واحدة بس هي اللي خلتهم في البيوت، ودي دي من عند الله سبحانه وتعالى. لا يجرؤ بني آدم هذه القوة وهذه التطور وهذه التكنولوجيا وهذه الأفكار والعلماء والخبراء وكل الدنيا، لف حوالين نفسكم كده عشان الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فاذا حصل ده في العالم كله، فتقول لي في اسبانيا نزلوا المرتبات، انجلترا نزلوا المرتبات، هنا هينزلوا المرتبات، ايوه هينزلوا لان احنا جزء من العالم، هم يعني عندهم كورونا واحنا عندنا مكرونه، ما هي كلها واحده، فاذا لازم هتنزل المرتبات. تجعلنا كابتن ولا ايه؟ لازم. لكن يا كابتن اسلام النقطه اللي انا بقولها برضو عشان نهيئ الناس ونهيئ الجمهور، الكرة مش هترجع هنا في مصر أو هترجع في العالم، اللي يرجع بعد شهر ولا بعد شهرين، الكلام اللي أنا بسمعه في الميديا ده للأسف كلام غير مظبوط وغير مسؤول. اللي هو إيه؟ فمش إن إحنا كرة هترجع بعد شهر أو بعد شهر ونص أو بعد شهرين، ده كلام نظري، لكن اللي عايش في التجربة صح واللي شايف العالم صح واللي عارف إيه الموقف ده صح هيقول لك ان مفيش كوره، يعني مفيش تفكير في الكوره قبل 13، قبل 3 اشهر انك تفكر وبعدين تدي شهر اجازه وبعدين عشان الناس تتعد وبعدين تتمرن. فانا بس خلطت دخلت دي ليه؟ عشان عايز الاعلام يخف شويه والمسؤولين عن الاعلام يخف شويه، ان الكره بعد شهر هيحصل ايه وبعد شهرين ومستنيين الدكتور اشرف صبحي. لا الدكتور اشرف صبحي هيعمل حاجه ولا اي حد هيعمل حاجه ولا كلنا هنقدر نعمل حاجه، لان احنا في الحاله دي لازم في حاجه هي اللي محركه لنا كلنا، ودي محدش قادر عليها، حتى امريكا اللي هي بنقول اكبر دوله في العالم. ايوه. ولا التكنولوجيا ولا العلم ولا الخبره. احنا لما حد بيصاب وبيعيا كنا بنبعته يعمل عمليات فين؟ في المانيا. المانيا بتلف حوالين نفسها دلوقتي. طب فين العلم؟ اذا رجاء رجاء لكل الساده الاخوه الزملاء في الاعلام سواء تلفزيون او جرايد او اذاعه وكده، خفوا من حته نغمه ونقعد المسكنات، احنا بعد شهر هنلعب، بعد شهرين وهنزل شهر ونص، هل الدوري هيكمل ولا ما يكملش؟ ما تفكروش في دي،
تفكرك انك تقعد في بيتك. فكر في الحته دي لغايه ما ننتشل نفسنا من هنا. هل دي هتتم بعد شهر ولا شهرين؟ اشك. قدامنا لسه ولا 3 أشهر يا رب. فاحنا طبعا كلنا بندعو. فانا هتقول لي احنا برنامج رياضي لكن بنتكلم في الحاجات دي ليه؟ لان مش عارف يا كابتن. انا عكسك، انا لو قالوا لي بكره تعالى لا ارجع العب كوره هرجع العب بكره. آه. انت عندك مشكله؟ ما عندكش والله. بس مش هيحصل. انا يعني لا مش قصدي انا. يعني الناس او الاعلام عارف ان يعني روح الشعب المصري ماشي في الكوره، ففي وسط الكلام ده بيديله يعني ايه امل في الموضوع، وخصوصا ان احنا سبقنا دول العالم كلها ان احنا بنلعب من غير جمهور. هتلعب من غير جمهور بس فده مدينا يعني عارف خطوات. لا وخلي بال حضرتك يعني انا يعني حضرتك اكيد بتكلم النجوم اللي موجوده كلها دلوقتي وكلنا بنتكلم معاهم، كلهم مستنيين الوقت اللي هتسمح فيه البلد او تسمح فيه الظروف عوده كره القدم. هيسمح بيه العالم مش أيوة احنا جزء مش قصدي يعني قصدي ان الظروف يعني العالم كله يعني ان تسمح بعوده كره القدم كلهم. قال لي يعني أتمنى. انا باجي اتكلم مع اي حد من اللاعبين الحاليين او حتى السابقين كلنا لما بنيجي نتكلم مع بعض بيقول لك ايه والله انا لو قالوا لي كمان ساعتين هات الطقم وانزل اتمرن هنزل اتمرن. يعني احنا يمكن مرينا بالتجربه دي يا كابتن اسلام بعد حرب 67 ان الكره ما فيش، بس كنا عارفين السبب. كنا شايفين العدو هنا. انت ما انتش عارف السبب، الاسم الكورونا، لكن هو فين؟ هتمسكه منين؟ عايزين عدو خفي. عدو خفي، فانت ما كنتش عارف فما حددناش. فلما جت حرب 73 وربنا وفقنا وانتصرنا وكده، يعني هتقول لي هل الكوره كانت واقفه بعد 67؟ ما كانتش واقفه، كنا بنتمرن بقى ايه على استحياء في معسكرات في حاجات داخليه في كانت الدنيا ماشيه، لكن ما كانش في جمهور. انتوا فتحتوا علينا فتحه جميل، يمكن نستغل البرنامج ان في عندنا انديه غير انديه الدرجه الاولى اللي احنا لعيبه الدرجه الاولى دي، في لعيبه درجه ثانيه في الثالثه الرابعه. الناس دي لازم زي ما انت قلت وتفضلت الدكتور اشرف صبحي، لازم بيكون في دعم للانديه دي للاستمرار، تدعيم للعيبه اللي هي في الدرجه الثانيه دي. الانديه دي منين حتى؟ احنا لازم يبقى عندنا استراتيجيه وثقافه التعامل مع هذا الميكروب اللي هو واقف حياه العالم كله. فلازم احنا كمان واحنا قاعدين ادام قاعدين في البيوت وقاعدين في المكاتب وقاعدين اصحاب قرارات، ان احنا الناس دي لازم نبص عليهم كلهم زي ما احنا بنبص على العائلات اللي هي بنشوف المساندات شكلها ايه، والتحدي الجميل اللي بيحصل في بين العالم كله اللي بيقوم ب 1000 اسره واللي بيقوم ب 100 واللي بيقوم بيبعت تبرعات. الدنيا دي كلها الحياه اللي هي دي اللي هي زي ما انت حضرتك قلت ربنا لمنا كلنا مع بعض بقينا كيان واحد، وطبيعه التعامل مع الاشياء كلها واحد لدرجه ان انت مش حاسس انت بتتكلم عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي ولا اي حاجه، خلاص احنا بقينا وحده واحده. لازم برضو احنا كرياضيين نفكر في اخواتنا الصغيرين والانديه الصغيره اللي هي ساعات احنا بتفرغ لنا لعيبه كويسه قوي، والانديه اللي هي في المراكز والانديه، لازم وزاره الشباب تبقى عندها دعم لهؤلاء الناس وفي هذا الوقت، لان ما فيش وقت تاني انا ادعم غير في هذا الوقت. فالتدعيم دعم مادي يعني دعم مادي طبعا، وثقافه للتعامل مع الكورونا وكل حاجه دي. انت لو عشت في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه وشفت دول موظفين كمان وبيروحوا يشتغلوا ب 300 جنيه وبياخدوا مواصلات عشان يروحوا يلعبوا كوره وحاجات، لازم الدنيا دي كلها والبنيه التحتيه دي كلها يبقى ليها شكل ومعامله. احنا لازم احنا ننشر هذه الدعوات بدل ما احنا كل شويه نقول ايه الكوره هترجع امتى، الكوره مش هترجع قبل ديسمبر، ترامب قال، مش عارف مين قال، بتحديد مصيرنا كلنا. الثقافة اللي هي نقول للناس انت ما تعرفش انت لما هتقعد مع حد دلوقتي هو ما يعرفش كمان حامل ولا مش حامل وجاي في بيته ولا جاي، والدنيا دي حامل المتجربة يعني حامل مش حامل. احنا لازم نتعامل لازم نتعامل يا كابتن فتحي في جميع الاشياء اللي هي تنهض بينا ان احنا نوصل لليوم اللي انتوا بتتكلموا عنه ده، ان احنا هنرجع نلعب كرة تاني او هترجع الملاعب تتفتح تاني او 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 انا شايف في اندية في العالم ابتدت تفتح ان هي هتاخد مبادرة التدريب ومبادره ان يبقى في تدريبات وفي حاجات كده، ابتدوا يعملوا نفسهم البنيه التحتيه والارضيه. هي دي الحاجات اللي احنا لازم نشتغل فيها دلوقتي. احنا مش هخليك في البيت، خليك بالبيت بتخطط، خليك بالبيت بتشتغل، خليك بالبيت بتعمل الكونفرنس اللي احنا شفناها بناخد قرارات فيها وبناخد حياتنا ازاي وازاي نكلم الناس وازاي لما انا حضرتك تطلع تتكلم وتكلم الناس برضه بتدي امل. انا عايز اقول الامل ده علاج في الحياه ولا لا في الحياه التحتيه اللي احنا مش عارفين المجهول اللي انت بتتكلم عنه ده. فالامل حلو قوي، بس برضه نستغل الفرصه دي يا اسلام، نستغل ناخد بالنا من الانديه كلها بقى يعني بتنزلوا
الليفل وبتنزله الدنيا كلها، واللعيبه الحقيقه اللي معاها ومبسوطه وعملت تاريخ لحياتها وعندها ما بتنساش حد الحمد لله، وكلهم ماشيين كويس. بس انا برده كان عندي نزعه كده للانديه الصغيره اللي هي ميزانيتها 1,700,000 في السنه او 1.5 مليون، غير بقى النص مليار الانديه الثانيه والحاجات دي، ناخد بالنا يا كابتن فتحي من الموضوع ده، واعتقد ان انت ايدك في الموضوع وايدك في الحاجات دي كلها تبقى مبلغ. عايز اقول حاجه كمان يا شيف، يعني انا في رايي يعني اللي هيحدد الكوره هترجع امتى هو الشعب المصري نفسه، لان احنا اولا كل بلد لها ظروف مختلفه عن نفس الميكروب، بس كل بلد لها يعني ظروف مختلفه. يعني احنا مش هنتقارن بامريكا، مش هنتقارن بالمانيا، مش هنتقارن بكذا، كل واحد له النسبه اللي عنده وله اسابيع الحسم زي ما بيقولوا، او زي ما قالت الوزيره ان في اسابيع حسم اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الشعب المصري اللي هيتحكم فيها اذا كان الوباء هيخلص بعد اسبوع 10 ايام ولا هيزيد وهتبقى مشاكل كبيره. الشعب المصري هيتحكم ازاي؟ هو بالحاجه الوحيده السهله قوي اللي المفروض الدنيا كلها تعملها، والحكومه والوزيره بتقول عليها اقعد في بيتك، لانه بيتك هو أأمن حاجه بالنسبه لك. انت بيتك قادر تتحكم فيه، مش هتنزل تختلط. فانت وعادك والتزامك بالكلام اللي بيتقال في اسابيع الحسم اللي احنا فيها دي هي اللي هتعجل ان شاء الله باذن الله بان الوباء ده يختفي. وانس ان الوباء ده اختفى طبعا الناس هتتصارع، او المؤسسات كلها تتصارع ان تبدا المسابقات اي الحياة كان ترجع تاني. والحياه ترجع والكره ترجع والصناعه ترجع وكل حاجه في البلد، اقتصاد البلد يبتدي يشتغل تاني، او العجله الزرع تمشي. يطلع بقى كله والدنيا تمشي. بس هو الفيصل الوحيد في اسابيع الحسم اللي احنا فيها دي، يا جماعه ما نستهترش برضو، لان انا شايف برضو لازال لغايه النهارده، ولازم برضو يعني لقينا شويه ان الناس واخده حظر بالليل، انما الصبح عايشه حياتها بشكل عادي. واللي له ضروره ينزل او ملهوش ضروره بينزل، ودي هي المشكله. كان مثلا الميكروب ده بيطلع بينام بالليل وبينام بالليل، يعني صاحب الليل بيعمل حظر بالليل طول النهار، نايم بقى عشان سهران طول الليل، فهو ده المشكله. وبعدين برضو اللي بتتقال هو جت عليا انا، يعني انا لما خليه على الله او خليه على الله، خليه على الله دي طبعا كلمه، خد بالاسباب، خد بالاسباب وقول قول مستمره. وفي ناس ما تقدرش تتكلم زينا كده او تفهم زينا كده او توعيه عندها كده، بس ربنا يعني يوصل لهم، ربنا يستجيب الدعاء، ربنا يوصل لهم الحكايه ماشيه ازاي. عموما كان كلام كتير كتير جدا النهارده، ومهم جدا في امور كثيره جدا تخص النادي الاهلي والتجديد للاعبين خلال هذه الفتره مع النادي الاهلي. كان مهم ان احنا نسمع راي كابتن فتحي وكابتن شريف وكابتن حشيش خلال هذه الفتره اللي موجود فيها النادي الاهلي، في ظل الحقيقه توقف عام في العالم كله لكره القدم. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، وان شاء الله هلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من ملعب الاهلي. We'll be right back.